فرصه نظيفه قوي يا سعاده الباشا. انا اذا كان عليا اجوزها لك وقتي في التو واللحظه، بس انت عارف يعني ابقى راجل مش تمام لو ما عملت زي ما بيعملوا في المناسبات اللي زي دي، ان احنا ناخد راي البت وكده. طبعا طبعا، انا بس نفسي تقنعها بموضوع ان مش هقدر اعمل فرح عشان انت عارف ظروفي الخاصه، انما انا اجيب لها شقه غير انها تحت امركم في اي طلبات ماديه. عيب يا دكتور، ما تقولش كده، احنا بنشتري راجل واخر حاجه تهمنا الفلوس. احنا كل اللي يهمنا سعاده بنتنا، وبما ان سعاده بنتنا مرتبطه بالفلوس نتكلم شويه في الفلوس. مش هتجوزها لو حتى قتلتني يا حاحة، ولو طقت يا بنت. ده دكتور، هو انت تقولي تتجوزي دكتور؟ ما بحبوش. حب تاني هتقولي حب؟ قصدي ما بسترحلوش يعني. هو سابوه ولا توكا؟ يا بنت تعالي واحسبيها صح. ولو احسبها صح مش هتجوز واحد مطلق ثلاث مرات وسمعته في الحديد، ها؟ وزمايلي كلهم بيقولوا عليه كلام وحش. وهو لو راجل وحش كان جيت قدامك؟ يا بنت بقول لك ده دكتور. هو انا عيانه عشان اتجوز دكتور؟ كل ده ليه؟ عشان بتاع الانابيب البوتاجاز بعينه واحده اللي انت بتحبيه؟ انت فكرك يعني بعد ما نضف واستحمى وبقى مطرب هيبص لك ده هيتجوز اقرب فتاه فيديو كريب هتقابله، ومش بعيد يتجوز الحصان اللي بيطلع في الفيديو كريبات. حرام عليكي، حرام عليكي، ضيعتينا معاكي. انا صبرت عليكي بما فيه الكفايه، من النهارده انا مش هبص لك، هبص لنفسي وهبص لدنيتي. خش يا عروسه برجلك اليمين. ايه حاجه ده؟ بقول لك العروسه كمان اخلع. اتفضلي يا عروسه بوجهك اليمين. لا هخش بالشمال، اصل انا شغله بالركب عني. حلاوتك يا ابيض. الليله ليلتي، الليله ليلتي يعني فرحي، يعني دخلتي النهارده. واسمع سلام، ما تزوقيني يا ماما، عوام يا ماما، ما تزوقيني يا ماما، عوام يا ماما، ايوه ما تزوقيني يا ماما، عوام يا ماما، عريسي هياخدني بالسلامه يا ماما. شماه شماه يا ماما، الناس بترقص علشاني، حاسه حاسه يا ماما، كبرت قوي وداني. ايوه يلا كمان. ايوه اهو 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 اهو. وفي يا حاح؟ هو انت ما تعرفيش يا اختي؟ لا ما اعرفش يا اختي، احنا بقينا هازبنت اند واي. خلاص ربنا سأل حاح عشان يسترني. الكلام ده صحيح يا حاح؟ اتجوزت رقاصه؟ اسمها فنانه استعراضيه. ربنا يخليك ليا يا حاحه. لعلمك انا ست في امتحانات فرقه رضا. بصي بقى حلاوه شمسينا. خلينا حلاوه شمسينا. خلينا تشيك 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 تشيك. من يومك وعندك ميول تبقى وراني. قصدك ايه يا بنت؟ بتدي اتلمي احسن لك، لان اشرف منك يا ممرضه يا بتاعت حقن العاده للرجاله. كده؟ طب تعالي بقى لما طعامك بمناسبه الزفاف السعيده. سمعوني سلام، خلي السلاح صاحي، خلي السلاح صاحي صاحي صاحي. حبيبي يا ابو احمد اتاخرتي. مساء الخير يا عمي. خير؟ هيجي منين الخير يا اختي طول ما انا عارفكم؟ في يا عمي مالك؟ ايه المقابله الكولد دي؟ انا كنت جايه لك عايزه اكلمك في موضوع خطير. مش انت كبير العيله برضه؟ كبير ايه؟ اسكتي. مش انا صغرت يا اختي وبقيت عيل؟ بقول لك يا بت من الاخر كده، انا راجل سافر ومنحط ودور، وروح يا اختي دوروا لكم على كبير عيله بحق وحقيقي. يلا الله يلا. ما توسع مراحك شويه يا عمي، بقول لك الواد حاحه جايب نسوان تحت في الشقه. يا بخته، عقبال يا اختي ان شاء الله. بقول لك نسوان، ويا ريت اي نسوان. دي البت مايسه الرقاصه وبيقول انه متجوزها، بس انا مش داخل دماغي الكلام ده، انا حاسه انه بيقرطصني. عقبال ما ربنا يكرمني واقرطصك انا راقه. إيه؟ يلا يا بنتي مع السلامه. يا عمي يلا مع السلامه بقى. يا عمي بس وقولي لحاحه عمك بيبارك لك وبيقول لك انك طلعت ارجل منه. يلا يا اختي، ومحدش يجي منكم هنا تاني، انا مسافر فيتنام ومش عارف ظروفي. يا عمي يا ماشي يا عمي ماشي. بقولك ايه، اخراسي خالص وعدي ليلتك دي على خير.
انا كل اللي انا عايزه منك ان انت تغيظي تفاحه دي تمثيليه تمثيليه عشان نغيظها بيها ماشي ومش هنسالك وقفتك جنبي يا ميسر ما تقف جنبي دلوقتي يا ها بجمله الجمايل يا اختي تنيل انت بتوريني ايه ما كل ده انا دايسه قبل كده ممكن اوريك اللي عمرك ما شفته بس بقى ما تخلينيش ادنس بيت الاسره الصغيره مش كفايه انك دخلتيه لا يا اخويا احنا اتفقنا اتجوزك كده وكده بس ما اتفقناش تعذبني ده في نمل بيمشي في عروقي بصي النمل بيمشي ازاي ده ايه المره المنمله دي بقولك يا مايسا انا ما صدقت ان ربنا تاب عليا من افعالي وابتدى يكرمني حرام يا بنت الناس انا عايزه اتلم بقى طب ما تلميني الاول علشان تبقى لمه وتبقى عامه طبعا يا خالتي ساميه مهما حصل ما بيننا اختي ما يهونش عليا حاحا اللي عمله ده ضميري ما يسمحش هو حاحا اخويا صحيح بس احنا ولايا زي بعض طب مستنياك يا خالتي بالسلامه يا حبيبتي تكر وانت جايه ايوه يا باشا عايزه ابلغ عن قضيه تعارض بس بقى طب بتوريني مكان التطعيم بس انت نايمه مع واحد عنده كوليرا مش عايزه اشوف حاجه تانية اغزي الشيطان بقى الشيطان ذات نفسه اتحرق من النار اللي قايده في جسمي ايه لا تولع انت وهو في يوم واحد طب ما تولعني ده بوسه نقطه بوسه نقطها يا حبيبي نقطها يا عينيا بوسه وطفيها طفيها عشان اولع فيه طول العمر اقول عليه دلوقتي ما صدقتيش يا فجرة فرحانة بنفسك يا بنت خلتني نفسك جدعة تعالي هنا مستني استني معلش دعوة بيا هقول لك بس حاجة استني اوعى يا بنت هقول لك حاجة يا بنت استني بس ايه عايز تضحك عليا بحكاية المواتير دي تاني مواتير ايه يا بنت مفيش يامه ده كان فيلم والبيه جه في اخره يا سامية صدقيني انت تصدقي ان انا اتجوز واحدة زي دي مالها دي يا روح امك وحياة امي لنورياك انا هوفي عليك بلطجية مصر كلها لو شوفوك في فرح هيكسروا رجلك انا هعرفك من دي يا ناس اشهدوا الراجل الذكر ما عملش حاجه لانت الدخله ما ذبحش القطه عشان هو اللي طلع قطه طلع قطه انا طلعت قطه شفتي بقى هي سيحتلي في المنطقه كلها وقالت عليا قطه الزوجه الاصيله ما تسيحش لجوزها وتقف جنبه يا قطه استنى ساميه وحات ابوك ورحمه امك محاسيبك وسمعني سلام لو ما كنتش انت تدلعني مين هيدلعني صباح الخير يا دكتور معلش عطلك ثواني ياسمين تعالي معلش اقعدي معلش دي صاحبتي اصلا يلا يا بنات بقى خشوا يلا 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 مي وجيجي اقعدوا هناك انجي وسارة تعالوا هنا جنب ياسمين او جوه وانا هجي لكم عبير وميمي ورا اقعدي هنا بقى عشان تبايدين المحاضرة انت ايه يا ابني اللي بتعمله ده؟ انت شيلتك ما فيهاش راجل خالص وانا مش عاجبك يا دكتور ولا ايه؟ مش مهم انا المصيبة انك عاجبهم هما انا مستعد اقدم استقالتي للمجلس الاعلى للجامعة مقابل اني افهم هما عاجبهم فيك ايه؟ بقولك يا دكتور لو ناوي تستظرف وتعمل نمره قدام المحاضره انا ممكن اخد البنات وانسحب فورا واسيبها لك ناشفه لا يا اخويا على ايه خليها طريه خليها طري اتفضل اقعد طب اسمعوا يا بهوات مشروع السنه دي لا هيبقى محسوبيه ولا صحوبيه ولا حتى بالحروف الابجديه مشروع السنه دي هيبقى بتواريخ الميلاد يعني مثلا يا سمير انت مواليد شهر كام؟ انا 29 فبراير هتبقى في مجموعتك كل مواليد فبراير اللي مواليد فبراير يقف ايه ده؟ هندسة كلها فبراير؟ طب اللي مش 29 فبراير يقعد هي دي مجموعتك يا سمير
يعني غير ان انا يمكن اعمل المشروع مع مجموعه اولاد بس ما قصدتش ان اعمله مع الحمار ابن الحمار ده. ما هو حمار فعلا انه يخلف بخل زيك. يلا يا كلب السقه يا كومبارس. لا تجيب سيره السقه تبهك هنا يا شهيد. بقول لك لا، مامي تعالي لي الكليه دلوقتي حالا. غلطت انا؟ مامي سيفوت غفوت. ايوه عشان انا قلت لك من الاول ادفعي لدكتور فصيل عشان يرجعني زي ما بتدفعي لكل الدكاتره. يعني ايه مش عايز ياخد فلوس؟ ايه؟ معرفش ده هم اخواتي بيبو وبشير دول ولا مش عارف اسمهم ايه بيتخانقوا. ردوا بقى اللي عاملين بلطجيه ومستصيعين لنفسكم. لا يا دي طهوة يا فوق لنفسكم. ده انتوا خشوا وقشوا الكرانيش ولا ليكوا لازمه. عليا الطلاقه افوت فيكم الثلاثه ولا يهمني. طبعا انتوا شفتوا دكتور بصير المحترم لكن ما شفتوش دكتور بصير العباقي اللي كان بينام على الرصيف. كنت بقول له رصيف التاخر عشان انام جنبك. ده وانا في سنكم يا حيلتها انت وهو كنت بنايم من بابا من المغرب. ها سمير منير الخطير، شهير منير الخطير، بهير منير الخطير. قلتولي بقى ان انتوا مولودين في نفس اليوم يعني توأم. بسم الله ما شاء الله. صدقوا ان انتوا شكل بعض تماما. فوله وانقسمت ثلاث انصاص. ثلاث انصاص ايه يا دكتور؟ احنا فعلا اخوات بس مش توأم. مش اخوات وفي نفس اليوم؟ ما هي دي يا ابني اللي بيسموها توأم. ايوه صح، على فكره الراجل ده عنده حق. اخرس. ايوه يا دكتور احنا توأم. بص يا دكتور، انسى ان احنا الثلاثه يبقى مع بعض في مشروع واحد. انسى. طب انا احكي لكم بقى قصه كفاحي. المشروع ده انا ابتديت فيه يجي اكتر من 30 سنه ولسه مخلصه امبارح. ده ليه؟ عشان المشروع ده هيدخلني العالميه. يا دكتور مش هتقعد تحكي لنا قصه حياتك. حياتي؟ طب اسمع يا حياتي انت وهو. المشروع هيتعمل وانا اللي هشرف عليه بنفسي. يخرب بيت قرفك، انت سايب المشروع اللي حطوك فيه مع اولاد شهيره وبهيره وقاعد تتفرج على السقه بتاعك ده. ما هو كله منك. حد قالك تتجوزي نطع زي ده؟ نطع صحيح، اللي خلف ما ماتش. انت الطولي ابنك ليه اربع افلام في السينما. اربع افلام بقفاك يا روح امك. لا يا رب، لا يا رب، عملت فيها كده ليه؟ ما خلقتنيش اخو الاستاذ ولا حتى الحصان بتاعه. طب ولما هو حبيبك قوي كده ما تخليه يكلم لك حد ينقلك مع مجموعه تانيه في المشروع بتاعك. وانا ليه عين اكلمه بعد اللي كتبتيه عنه؟ احمدي ربنا ان الاستاذ بيعمل لي اعتبار ده بتليفون يجرجرك من قفاكي ويقفل لك الجورنال الاصفر اللي انت شغاله فيه ده. ايه يجرجرني؟ يقدر؟ المفروض واحد زيك يفتخر بامه اللي فضلت محافظه على نفسها عشانك وعشان جمهورها. انا كان زماني اكبر نجمه في مصر. يا سلام. سلامين ثلاثه. انا كان معروض عليا بطوله افلام كبيره، اميره حبي انا، الناصر صلاح الدين، عنتره بن شداد، حب وكبرياء. انا اللي كنت بقول لا. عمري ما رضيت امشي مع مخرج ولا اصاحب منتج ولا ارافق ممثل ولا اعبر حتى ريجيسير. انا اللي كنت بقول لا. انا ياما اتبهدلت اتمرمطت عشان اجيب لك اللقمه، عشان اكبرك واعلمك واخليك بني ادم. سامحيني يا ام، انا من ساعه ما لبست المشروع ده وانا مش عارف بعمل ايه ولا بقول ايه. بس الحاجه الوحيده اللي انا عارفها ان عمري ما هلاقي ام زيك. ايدك ابوسها يا ست الكل. مفيش حد قاعد ليه يا ام؟ البنت عفاف راحت تقابل خطيبها، وميرفت صاحبها النهارده عيد ميلاده فرحت عشان تجيب له هديه صغننه كده. عقبالك يا حبيبي. يا ربي على الموال. يا ماما انا مش بتاع جواز. يا شهير يا حبيبي انا نفسي اشوفك عايش احلى قصه حب رومانسيه مع واحده تكتب لك شعر وانت كمان تكتب لها شعر. يا ماما انا ممكن اكتب شعر ماشي، اصاحب اوكي، بس مش ممكن اتجوز. انت متخيله شهير منير لو اتجوز في كام بنت في الجامعه هتنتحر؟ بيتهيألي الجامعه هيبقى فيها الولاد بس. وبعدين يا ماما والنبي يفكك مني وركزي في شغلك. ده الراجل ده يا ماما ولا ست؟ يا واد يا واد ما تستعبطش، دي طنطك دولت. اه صح. ازي حضرتك يا طنط؟ اهلا يا حبيبي. ايه التخن ده؟
دي معجزه انك قادر تتحرك. لا هي المعجزه يا طنط ان حضرتك اصلا لسه عايشه لغايه دلوقتي. وبعدين كفايه شد بقى، ده انت عينيكي بقت في قفاكي. يا واد عيب كده، ايه اللي حصل لك النهارده خلاك اتقلبت بالشكل ده؟ لبست نشاط التخرج مع سمير وبهير اخواتي. اياك اسمعك تقول اخواتي دي تاني. حاضر يا ماما. ماما انا لبست مشروع التخرج مع سمير وبهير ولاد خالتي. وهتعمل ايه يا ظريف؟ مش هعمله طبعا. مش هتعمله؟ انت عايز ولاد سميره وبهيره ينجحوا وابني انا ابن شهيره يسقط؟ لا ما تخافيش مش هينجحوا. بهير بيه الهانم لو خدت خبر ان انا سبتك تسوق العربيه هتقطع عيش. وحياه دين يا عبد الصمد لو جبت لمامي سيره اني سوقت العربيه لخليها ترفدك وتشتري لنا سواق جديد. لا لا خلاص مش هقول لها. ايوه يا سميره، ايوه بالظبط، انا سرقت الحصان، سرقت حصان عم اشرف بتاع الخضار اللي بيقف تحت البيت. اتنرفزتي؟ انا ارفزك اكتر بقى، وهسرقه كل يوم يا سميره لحد ما تبيعي العربيه وتجيبي لي حصان اروح بيه الجامعه زي الاستاذ. يلا سلام ما تصدعينيش. ركن لي ده. ما تروحوش ها، استنوني تحت. سمير مش عايزك تزعل مني لما قلت لك كلب السقه كومبارس. لا يا معلم كلب السقه دي عادي، كومبارس دي هي اللي ضايقتني. ما تقولهاش تاني يا شاير. حاضر. علي قوي السقه بيموت فيا، انا دراعه اليمين لعلمك يا راجل. بعرف اعمل كل حركاته، بنط من القطوره وبركب خيل وبتخانق مع اسوده وبخش في النار وبعمل كل حاجه. ايه ده؟ دي الوحيده اللي ما بعرفش اعملها، جبتها ازاي دي؟ لا دي صعبه عليك قوي يا سمير. قول لي وانا هستوعب، انا لسه كنت بتدرب عليها. بعدين يا شاير لما نخلص من المصيبه اللي احنا فيها دي. سواجه معانا ولا ايه؟ لا شوفوا بقى عشان نبقى متفقين من الاول، انا في المشروع ده فلوس بس، يعني من الاخر تقدروا تعتبروني المنتج. ماشي يا عم السبكي. بقول لكم ايه، انا شايف ان احنا الثلاثه ابيض من بعض، تعالوا نعمل مشروع معقد ما يتفهمش منه اي حاجه، فالدكتور يضطر ينجحنا. صح، او يضطر يسقطنا. صح. ايه رايكم ان احنا نفاجئه ونقدم له المشروع اللي هو عمله في 30 سنه في 4 ايام؟ دي فكره جميله جدا طبعا يعني. بس مش شايف ان 4 ايام ده كتير يا معلم؟ تهبل يا ابني، عايز تعمل مشروع دكتور عمله في 30 سنه في 4 ايام؟ ايه احمد زهير يا ابني؟ ما احنا مش هنقدمه هو، احنا هنسرق المشروع ونغير فيه شويه حاجات كده ونلعب فيه ونقدمه له على انه المشروع بتاعنا. هو لما هيلاقي ان المشروع اللي احنا عاملينه شبه المشروع بتاعه 100% هيحترمنا وهينجحنا او هيكشفنا ويشلحنا. اسمعوا كلامي، الموضوع يستاهل ناخد الريسك. ناخد الريسك تاخده يا شهير. يعني انت رايك فيا ان انا جامد وذكر وستات بتموت فيا؟ لحد دلوقتي ده ظلم. انا هحولهولك الى يقين لا يرقى اليه الشرف. نعيمك انا اول ما بسمع حرف الكاف بتشائم على طول. هو شكلك كده بقى مثقف ومالكش غير في الكلام ده. انا هخليكي ما تحبيش في حروف اللغه العربيه غير حرف الكاف. عارفه ليه؟ ليه؟ لاني هقطعك. يا لهوي. يا هوي بتعملي ايه يا بنت عندك يا بنت؟ يا فاكرة ما شفت الرعبة؟ لا مؤاخذة يا طنط، انا عايز اشرح لك. طنط مين يا روح امك؟ ده انا هخليك تكسر هقطعك حياتك. طيب هخليك تكسر الليلة. وانت هقطعك حياتك. هخليك تكسر الليلة. هخليك تكسر حياتك. يلا هخليك تكسر حياتك. يا هوي هقول يا بنت. يا بنت هقول يا بنت. بقولك مراتك بتغتصب، العب وقتك بقولك. ده واد ظبط قال عمو، الله ينعل ابو دي عمومه. انت هتقل قلبك ليه؟ ما تخليش اعرف فين. يا سعاده الباشا انا ما اقصدش، انا يعني هو انا عشان خاطر عمو اشيل بلاويه؟ طب ايه راي سعادتك انا ما عرفتش انه ابن اخويا الا من شهرين بس. الله يرحمك يا بابا.
تركتني العم يقطع في لحمي قربا قربا ويرمي للكلاب. هتضمن ولا لا؟ مش كفايه كنت افرحه بجيزه؟ يا باشا انا ماليش دعوه، انا كنت قاعد في بيتي مستني الدليفري جايني. يا سعاده الباشا هو الغلطان، ما ربنيش يا سعاده الباشا على الاخلاق الحميده. ده كان بيجيب لي افلام شيكس عشان شيكس؟ شيكس يعني نسوان متحركه، نسوان وصور عريانه يا سعاده الباشا. خلاني لما كبرت بقيت استجيب لرغباتي الدنيئه. ما يخرب بيتك يا باشا. بص لي انا مش راجل كبير قدامك اهو، انما عبيط واهبل. الوقت ده بقى كان بيجيب لي افلام الشيكس دي ويقول لي اتفرج يا عم دي افلام مصارعه، وانا بسلامتني اتفرج. ما عمرك حق لما كنت تقول لي مد عينك بالنسوان يا عم عشان تعرف ان انت متجوز غفير، فاكر؟ عسكري عسكري يا عسكري. قول لي ده راح حجز. حجز مأمرت ايه؟ تهمه ايه يا سعاده الباشا؟ لا في دماغي. ايه يا نهار اسود، دي نصيبه تانية. ليه؟ تهمه قلب دماغ ظابط. يا خبر اسود، دي فيها اعدام اقل ما فيها. خلاص يا باشا حقك عليا، انا هضمنه وامر الله هضمنه يا باشا. ايه ده؟ انا لابس اتقطع صراحه بقى، ما تنزل بقى وكفايه عامل بنزين اللي حرقناه في السكه. اوه ايه بقى، انزل بقى يا عم حاحه بقى، انزل بقى كلام. صحيني من الفجر وصاحبني زي ما بكون ساحب مأزة. بقول لك ايه، انا مش قد خالتك في السكه اللي فوق دي، اطلع لها انت لوحدك. في نقطتين عايز اكلمك فيهم. اول نقطه، المكنه المعفنه دي ما سحبتش بنزين، انت جايبني زق. تاني نقطه، البت تفاحه راحت سيحت لي عند خالتي عشان تبوظ الجوازه، وقالت ان انا عايز الها في الشقه منها. حلو. وبعدين انا جايبك ايه؟ جايبك باجرتك، هتضرب اكل الجمبري وتضرب واحد ميلك شيك. خناقات تانية حاحة يا حمار. ميلك شيك ده عصير تفاح على فراولة. الله ينعل ابو، دي صعوبية بقى عندك كده يا لاوي، دي مات مواعيد وتقول لي ميلك شيك. بقول لك انا هروح بقى يا حاحة يا حاحة، بدل البدلة اللي احنا فيها دي اتجوز لك موسى من موسى الافراح السلة. يا دي الموسس بتوع الافراح دول نعرفهم نمشي معاهم، انما نتجوزهم لا. سامية دي حاجة تانية خالص، دي ما مشيتش مع راجل غيري. بس أنا شفتها ماشية مع أبوها. يا ولا سامية دي حاجة تانية، دي بختم رباها فابريكا. طب تحب أجيب لك واحدة استعمال طبيب؟ يا أخي بقى يا أخي. زق زق، خلينا غير هدوم يلا. زق بيب بيب. الماية طلعت الكلاكسي يا حاحة. سامية سامية افتحها سامية، بدل ما سيحلك في المنطقة. تفاحة عايزة توقع بينا عشان تاخد الشقة. افتحها يا سامية قبل ما تقطع شراييني. والموسى اهو. يا ريت، عشان دمك يتسفل يتصفى، ساعتها بس ممكن اسامحك. اشهدوا يا ناس، انا بنتحر عشان خاطر حبيبتي اهو. قلبي اوعية الدوامية. تلاوي اربطي لي ايدي اوام قبل ما النزيف يوصل للقلب. يعني ايه؟ يعني قبل ما النزيف يبقى داخلي. معلش يا حبيبي، معلش معلش، قومي قومي يا حبيبي. انا مستاهلش انك تموت كافر على شيري. صلصه صلصه. يا سافل، انا قلت عشان لو حبيتوا تعملوا مكرونه النهارده. مكرونه؟ شفتي شفت، انا بعمل كل ده عشانك وحياه النعمه، وعارف ان انا مش هون عليكي. انا جايب لك صلصه من غاليه، كان ممكن اجيب لك كشطب من رخيص. هو ده اللي انت عايزه تتجوزيه؟ اكل بعقلك حلاوه، ويا ريتها حلاوه بقشطه، لا حلاوه بصلصه. والنبي خالتي سيبينا في حالنا، واحد وخطيبته بيستفلوا مع بعض، مالكيش دعوه انت. وبعدين اما هتجوزها هجيب لها حلاوه بالفستق واللوزدق وعين الجمل واللوز. تعالى احب فيكي شويه بقى، وحشتيني بجد. وحشتك يا خاين. يا بنت اسلوبي طولك شويه، ما تطمعيهوش فيكي. حد يشوف عيون البكر دي وما يطمعش. احترم نفسك يالا. بقول لك ايه، انا شفت حاوي معدي تحت البيت، تعالى افرجك عليه من البلكونه. حرام على جوز خالتي. عجبك اللي بتعمله بنتك؟ دي هترخص ده كده يا راجل. ربنا يكرمك بالزهايمر، او ينقص في عمرك في اشاره مرور، حتى يجيلك انفلونزا الطيور. امين يا رب. برضه مش هنسى عمليتك السودا. كده بقى هتخليني اشرح لك وادخل في تفاصيل تجرح محاسيسي. لا يا حبيبي اجرح محاسيسي، انا بقى عايز اعرف عشان اسامحك. امري الى الله. انا هشرح لك عشان زي ما بيقولوا لا احياء في العلم. الجهاز المنجب عند الراجل ده عباره عن ايه؟ شويه مسالك واورده.
عدم المؤاخذة زي المواسير، المواسير دي لو اتسدت هتبقى مشكلة سودة، عشان كده لازم لها تسليك وتنظيف. لو ما سلكناش وما نضفناش، واخده بالك، هنصاب بأمراض خطيرة جدا. بس أنا برضه عمري ما سمعت عن الكلام ده. عشان كده لازم يدرسوا الثقافة الإنجابية دي في المدارس. مش معقول البنت تبقى عاملة زي الجاموس العشر كده وما تعرفش أي حاجة عن جسم الراجل. أنتوا مش خدتوا الكلام ده في المدرسة؟ لا، أصلي كانت بتغيبني في الحصص دي. خير ما عملت. أمال أنا حبيتك ليه؟ بص، أنا جايب لك معايا مجلة طبيبك الخاص، فيها دكتور كاتب كلام بيأكد الكلام اللي أنا بقوله لك ده بالرسم والصورة. حبيبتي، انت سخسختي بمدرج انك شفتي رسم. والله ما عاد في منك. امال انا حبيتك ليه؟ ساميه، ساميه، ايه اللي انت وريتولي ده؟ بص، انا مصدقك، انا مصدقك، بس اوعى توريني الحاجات دي تاني. ما تنساش ان انا من اسره محافظه. ايوه، ما انا عارف انك من اسره محافظه. ابوكي من اسره محافظه وامك من سجن المحافظه. قصدي محافظه يعني. طب يلا بقى يا ها، شد حيلك عشان نتجوز. مش الست برضه عندها مواسير؟ معرفش، بس انتوا اكيد لكم نظام صرف ويختلف عننا. استحيل حكايه المواسير دي. مواسير ايه؟ امك قاعده بقى. اكلك البلوزه يا اختي. ايه حكايه البلوزه والحلاوه في البيت ده؟ انتوا كده هيجي لكم السكر وهيبقى عالي كمان 300 فهرنهايت. طب استنى استنى، ما تمشيش، هجيب لك شويه بفتيك على نجرسكو. تعالي هنا. البيت الطاهر ده بيدخله خمره من امتى؟ خمره؟ النجرسكو دي مكرونه بالبشاميل بس بالفراخ والهوت صوص. هوت صوص؟ بقول لك ايه؟ اوعى تنسي انك من منطقه شعبيه وابوكي فران. ورا بلاش صوت لسان. انت بقالك سنين داخل خارج واكل شارب ضاحك ماسك ماسك. قدامك شهر، يا تجيب شقه وتتجوز يا تفضها سيره. البنت جايه لها عريس من امريكا. ما تستعجليش يا خالتي، مش جايز يولع بيه مركز تجاره عالمي تاني طيارتين كده يخشوا في وش امه، ولا يضربوا قناص ببندقيه، ولا يولع بجاز وسخ حتى. فلا الله ولا فالك، امشي من هنا يا وش الفقر. امشي. نبي نازلين نمرسكو دي في السابق. امشي وانت يا بنت، امشي تجري جوه. فانا نجرسكو ورا بتاع. خلي ربنا يعينك على ما بلاك يا جوز خالتي. لا كسره فوق دماغك. النبي يا حاجه، ما تعرفيش واحد ساكن هنا اسمه بصير؟ اه يا حبيبي، عند الدرب اللي هناك ده. فين عند الدرب يا حاجه؟ جوه الدرب. ما هو اللي بيتضرب. هو اللي بيتضرب هناك ده؟ ده انا وانا في سنكم يا حيلتها انت وهو، كنت بلاقي من بابا من المغرب. اربعة على واحد مش رجولة يا كباتي. ما كانش اللازمه اللي انت عملته. كان كلها ربع ساعه كان عايزاها ويمشوا. انت كل يوم متعود تضرب في الشارع كده؟ كل يوم ما عدا الجمعه. الجمعه بقى انت عارف انه اجازه، ما بنزلش من البيت خالص، بيطلعوا هم يضربوني هنا. ايه ده؟ وايه اللي في صدرك ده؟ دي رصاصه. انت كنت في الحرب بقى؟ لا، في الشارع برضو. الاسبوع اللي فات ماشي نفس العيال راحوا ضاربين عليا نار. الشاذه هي اللي عورتني، لكن الحمد لله ربنا ستر. You are the one for me, for me, for me, formidable. من فضلك، بهير هانم بهير. قاعدة هناك على ترابيزة أمير هانم أمير. ميرسي كتير. سيلفوبي أخينا، المكان ده محجوز. مش هتيجي. أفندم، هي مين دي اللي مش هتيجي؟ مشيرة أختك مش هتيجي، لأنها أصلا مش جاية عشان تحضر الحفلة، دي جاية عشان تقابل مشير جاركم اللي ساكن قصادكم. أنت بتقول إيه يا أخينا أنت؟ وبعدين أنت تعرف مشيرة هانم أختي منين؟ أنا أعرف حاجات كتير محدش يعرفها. أعرف إن اسمك بهيرة بهير. أعرف إنك ما بتحبيش تلبسي صنادل عشان متعقدة إن صباع رجلك التاني أطول من الأولاني. أعرف إنك لحد دلوقتي ما بتعرفيش تنامي غير والنور مولع. اعرف انك عشان تخرجي النهارده كدبتي على بهير بيه والدك وقلتي له انك رايحه تزوري صاحبتك العيانه اميره امير. لا بقى، انا هتصل بالمورستاني جايبك من هنا. بقى مستقبل يا ابني اللي انت جاي لي منه. والله العظيم زي ما بقول لك بالظبط. طب بص لي كويس، دي باروكه، الهدوم دي انا لسه شاريها قبل ما اجي لك دلوقتي حالا. بقول لك يا ابني انت، ان ما مشيتش من هنا انا هطلب ريس النجده. استنى طيب. إيه؟ بص الصوره دي،
الصورة دي أنا مصورها لك الأسبوع اللي فات في المحاضرة. لا مش أنا. هات. بلاش دي. امسك الملزمة دي. افتح. خطك ده ولا مش خطك؟ خطك ده ولا مش خطك؟ عارفني؟ عارفني؟ قلب الأب يا ابويا حرمتني منك سنين. ازيكم يا بنات؟ منير وحشتنا قوي يا منير. عايزين تروحوا فين بقى؟ جزيرة الشاي يا منير. طب يلا بينا. هو أبوك صحيح ندل وبيعنا؟ فعلا أبوك ده كان زي القمر، كانوا كل البنات لما يشوفوه كانوا بيتهبلوا عليه. ده كان واخد جايزة ملك جمال شاطئ ميامي سنة 69. مش ممكن، منير الخطير ملك جمال شاطئ ميامي سنة 69. ايه ده، انت عرفتني؟ انت كنت موجود في الحفلة ولا ايه؟ طبعا، ده انا رشحتك انا و 120 بنت من اصحابي. 120 بنت؟ لا ده انت تيجي معانا بقى. اركب اركب يلا. اركب فين؟ اركب في اي حتة. تعال. انا فعلا كنت بفكر في مشروع كده بس الامكانيات ما ساعدتنيش، واللي انت بتقوله ده شبه مستحيل. والله العظيم انت كملت ونجح، والدليل ان انا واقف قدامك اهو. فين الجهاز اللي مرسوم في الملزمه؟ الجهاز اللي خلق الفجوه الزمنيه اللي انتوا جيتوا منها. لا ده اختفى اول ما نزلنا السبعينات. طب اقول لك حاجه، ممكن تروح تجيبه وتجيبه لي وانا ارجعكوا عادي. وانت فكرك يعني ان انا لو رجعت هجيب الجهاز وارجع لك انت تاني ليه؟ والله كلامك صح يا سمير افندي، بس ايه العمل دلوقتي؟ اصل انا شايفه ده في امكانيات متطوره، بامكانياتي المحدوده انا مش عارف اوفقها ولا لا، بس انا هجرب يا سمير افندي، هجرب. انت تسيب لي عنوانك وانا هبعت لك تليغراف. لا انا هاجي لك اسهل. بقول لك يا بصير، ما تعرفش بيصوروا الجزء التاني بتاع عنتره فين؟ بس انت شكلك خلبوس، ما نزلتش عينك من على سوسو طول القعده. عيب عليك. عيب عليا ليه؟ عرفتك؟ لا قربت. ايه يا معلم؟ لا عيب عليك، دي بنقولها عادي كده. بص مش هتفهمني. قشطه قشطه قشطه. انت جعان يا عم ولا ايه؟ نفسك في القشطه؟ لا بقول لك ايه، فكك مني خالص وما تسالنيش عن ايه. فكك، هي طريقه كلامي كده. ولعلمك الطريقه دي بتجيب قوي مع الحريم. بتجيب مع الحريم؟ بتجيب ايه مع الحريم؟ بتجيب مع الحريم يا منير، يعني بتخليني اتعرف اسرع على الحريم، بتخليني اصيع مع الحريم. لا بس عمرك ما هتبقى اصيع من منير الخطير، انسى. لا اصيع. تعرف انت ايه يا منير عن البنت؟ اعرف ايه عن البنت؟ مش فاهمك انت يا ابني. البنت دي كائن ملائكي مرهف الاحساس، فياض المشاعر. فياض المشاعر ده اخرك في الصياعه. طب اسمع دي، البنت يا منير زي طبع البوست، تتف عليها تلزق. صح يا ابني. الايه صح؟ برافو برافو. طب اسمع دي كمان، سيب البنت تحبك، حب البنت تسيبك. برافو برافو، انت مدهش يا خبر ابيض. لا لا لا، انت من النهارده صديق. ربنا يخليك. مدهش مدهش. اهدى اهدى بس يا منير، رايح على فين؟ لا لا سيب لي نفسك، هاخدك معايا مشوار كده في السريع وما تقلقش خالص. الله، ايه ده؟ فيلم عنتره بن شداد، ملك الترس وفريد شوقي، ده اخرك في الاكشن؟ احمد ربنا ان الاستاذ لسه ما اتولدش. يلا يا جماعه، يلا يا جماعه، الملك جاهز، هنصور. يلا كل واحد في مكانه. اتفضل يا سعيد، اتفضل شوف شغلك. بقول لك يا صاحبي، ما تعرفش واحده بتصور معاكوا هنا اسمها سميره سمير؟ ايه اللي اعرفها؟ في حد ما يعرفش سميره سمير؟ هي وعدم لا مؤاخذه تخصك في حاجه؟ اشمعنى؟ اصل من ساعه ما بدانا تصوير وهي تقوم من على حجر المنتج تقعد على حجر المخرج، تقوم من على حجر المخرج تقعد على حجر المؤلف، تقوم من على حجر المؤلف تقعد ولا استغفر الله يا اخي، ما توقعنيش في الغلط. ما بحبش اخد ثغرات حد. الله يسترها على ولاياه. متاخره متاخره دعوتك قوي يا عم القرد. انا عمري ما رضيت امشي مع مخرج ولا اصاحب منتج ولا ارافق ممثل ولا اعبر حتى ريجيسير. انا اللي كنت بقول لا. الله يرحمك يا امه.
انا امي ماتت قبل ما تولدني. اتفضل روح البس يا استاذ. يا سعيد خد الاستاذ لبسه ودهنه اسود وارميه بالعبيد. عبيد ايه يا عم؟ البس ايه؟ يلا يا جماعه خلصوني عايز اشتغل. انت هتفضلي بصالي كده؟ مش هتفرجي على بقيه المسابقه؟ لا انا مبسوطه وانا بصاله كده. بعدين نتيجه المسابقه معروفه، اكيد نظيره نظير هتفوز زي كل سنه. مش صحيح، نظيره نظير مش هتفوز السنه دي. ازاي؟ لان كعب جزمتها هيتكسر دلوقتي حالا وهتقع وتتعور ومش هترضى تكمل المسابقه. انت ايه؟ انس ولا جن؟ بشر ولا ملاك؟ شكلك غريب وكلامك غريب، كل حاجه فيه غريبه. عرفت ازاي ان هيحصل لها كده؟ قلت لك انا اعرف حاجات كتير محدش يعرفها. طيب قولي مين اللي هتفوز بالمسابقه. بهيره. بهير؟ انا؟ مش معقول، انا اصلا ما دخلتش المسابقه. هتدخلي، رئيس المسابقه هيطلع دلوقتي وهيعلن ان نظيره نظير مش هتقدر تكمل المسابقه. نظيره هانم نظير مش هتقدر تكمل المسابقه. واللي يحب يشترك بدلها ممكن يتقدم. ولو في حد عايز يشترك بدلها في المسابقه ممكن يتقدم. بشرط انها تجاوب على الثلاث اسئله اللي هتتسالها. بشرط انها تجاوب على الاسئله الثلاثه اللي هنسالها. اللي تحب تتقدم ترفع ايديها. اللي تحب تتقدم ترفع ايدها. ارفع ايديك. ارفع ايديك. بهير هانم بهير اتفضلي. يا معلم مستودع الحريم ده. المسابقة دي بقى هي اللي بتفوز بيها البنت الكاملة من كل حاجة، الثقافة، اللياقة، الأناقة، اللباقة، الشياكة. بس مش ايجيبت يعني، بس هبدأ شوية حريم يهبلوا. ايه حريم؟ حريم مش قديمة شوية الكلمة دي يا شهير ولا ايه؟ استني. نعم. هيسألك لو كسبتي 20,000 جنيه هتعملي بيهم ايه؟ أقول له ايه؟ قولي له هتتبرعي بيهم لأي حاجة خير. حاجة خير زي ايه؟ 57357. قولي له أيتام. داكوغ. تاني سؤال هيسألك مين الشخصية التاريخية اللي نفسك تقابليها؟ اقول له مين؟ قولي له سندباد. داكوغ. والسؤال الثالث؟ السؤال الثالث كنت قلتي لي ايه السؤال الثالث؟ السؤال الثالث يا مامي واحنا بنتعشى. ايوه هيسالك ايه هي عاصمة تركيا؟ انقرة. انقرة. يلا اطلعي وادعي لي. شفت بقى؟ طيب انا يعني هروح الحمام كده 5 دقايق عن اذنك وجاي لك تاني. اوكي. بيس. ايه؟ بمعنى غور. فريد ادي وقع. ما قلت لك فريد شوقي خلاص عجز، لا بقى يعرف ينط ولا يركب خيول. مش كنت شفت لنا واد كده يعرف يركب الخيل وينط عليها حلو؟ انا فركش يا باشا. هي فلوسك حرام. خلاص انا هتصرف. شوف لنا اي واد دوبلير يعمل مشهد بتاع الحصان ده. اهوت. مش كنت جبت لنا الواد اللي طالع جديد اللي اسمه عزة العلالي؟ واد امور كده ومحفلط وبيعجب البنات. شايف الواد دوت؟ يعني مش بطال، بس هو عامل ورور كده، عامل زي فرد الحمام اللي مش متضغط ليه يا باشا؟ اذا كان على ده يعني احلها لك. احلها لي؟ كل حاجه عندك جاهزه. ايه هتنفخه؟ عسل. عسل يا باشا عسل. يا ابن الجنيه شوف الواد نط نطه خدهم كلهم على الارض ازاي. شايف الواد ده؟ اكتشاف. طب تصدق انا همضيه وفي خلال سنة هخليه بالمنتو بتاع الشرق كله. خلاص نمشي فريد والولد الهايل ده يكمل. عبقري يا باشا عبقري. عبقري. تصدق انت فقعتها لي. مرارة. لا حلوة 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 حقيقي. هايل هايل هايل. برافو. الخبر ده المقصود منه البلبله واثاره الراي العام. لازم نعرف مصدر المعلومه مين. يا حازم بيه مش مهم مصدر المعلومه، المهم هي صح ولا لا. والرئيس اتغدى ايه امبارح؟ كشري يا فندم.
انت قلت لسعاده الرئيس ان طبق كشري بخمسة جنيه؟ سالني يا حازم بيه وكان لازم ارد على سعادته. وانت تقول له بصفتك ايه؟ عملت لنا ازمه في البلد يا فندم. الناس كلها عارفه. اخر انذار ليك يا متولي، بعد كده حسابك معايا هيكون عسير. ازيك يا متولي؟ الله يسلم سعادتك. ايه مالك؟ لا مفيش حاجه سعادتك. العيش ده خبزينه هنا؟ اه والنعمه الشريفه يا ريس. دقيق نمره واحد، قمح امريكاني، خميره طلياني. انا عايز اكل عيش من اللي كل الناس بتاكله. بعد الشر عليك يا ريس. بكره جيب لي عيش من فرن بلدي، عيش من المدعم. عيش يا باشا، عيش يا باشا. وده بعيش ماك ليه؟ اصل انا ما باجي مروح بالليل يا باشا بلاقي الفرن قافل، فقلت اجيب كام رغيف عشان انا والمدام يعني. طيب اتفضل. مساء الخير يا متولي. مساء الخير يا ريس. جبت العيش؟ ايوه يا فندم، بس انا اسف الدنيا كانت زحمه وكوبري كان واقف وقفه غريبه. ما انا جاي من المجلس الصبح، كوبري كان فاضي. ما سعادتك احنا اللي كنا واقفين تحت الكوبري. هنعمل ايه بس يا متولي؟ كباري وطرق وانفاق وعملنا، بنحاول نحل المشاكل بكل وسيله. ايه ده؟ زلط. زلط صغير يا فندم، ما يعملش اي حاجه. وبعدين انا سمعت انه بيساعد في عمليه الهضم. معقول ده يا ابني؟ بس الامانه يا فندم، الرغيف بشلن وفي متناول المواطن العادي. هي عزومه مفاجاه. بس غريبه الليله. في الحقيقه انا حبيت نتغدى مع بعض النهارده، ويكون لقائي معاك ولقاء ودي بدون اي رسميات، عشان يبقى عيش وملح برضه. دايما عامر يا ريس. نزل لحضراتكم ده عيش بلدي مدعم جاي من فرن في مصر القديمة. كل ده من عربية في السيدة، من عند واحد اسمه ايه متولي؟ حنفي لا مؤاخذة. احنا لازم ناكل من اللي شعبنا بياكله. جايز لو في الاكل اشياء غريبه، بس زي الشعب ما بيستحملنا وبيحبنا وبيبلع لنا الزلط، احنا كمان لازم نحبه ونبلع له الزلط. انا عايز الاكل ده يتمسح فورا. اتفضلوا. We'll be right back.
ايه ده؟ دكتور بصير هو اللي اخترع مازنجر؟ استنوا بس يا جدعان عشان نشوف القلش اللي الدكتور ضيع فيه 30 سنة من عمره. إذا استطاعت الكتلة إكس أن تنطلق بسرعة الضوء في، فإن الوقت تي يثبت وتستطيع أن تتحرك ما بين نقطتين A و B خارقاً كل الحواجز الزمنية. الدكتور ده شكله في طب. بقولك مش وقت هزار صور وانت ساكت، احنا مطبقين مع بعض نعمل واحد زيه بالظبط. استنوا بس يا جماعة، عايزين نفهم البتاع ده بيشتغل ازاي وبيعمل ايه. يدار الجهاز الزمني بواسطة الدراع ألف اللي هو غالباً ده يا شهير اللي قدامك. انا مش فاهم يعني الدكتور بصير ازاي عايز يخش العالمية باختراع جهاز البيانولا. استنى بس، تولد الطاقة الكهرومغناطيسية عن طريق القرص الأحمر الموجود في الجزء الأمامي من الجهاز اللي هو غالباً ده. طيب معيش بقى سمير، افتح آخر صفحة في الملزمة شوف الجهاز ده بيعمل إيه أصلاً. لا احنا هنجرب القرص ده الأول، ما عملش حاجة نقرأ بقية الملزمة. بسم الله الرحمن الرحيم. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده سمير؟ اقفلها يا سمير. أنا مش عارف. إيه ده؟ ايه ده؟ الجهاز راح فين؟ ايه ده؟ هو الاختراع ده بيغير الديكور ولا ايه؟ انا دماغي مش قادر. انا هروح اغسل وشي. مصيبة يا جماعة. ايه؟ دكتور بصير عرف ان احنا ضيعنا الجهاز؟ ان شاء الله مستر رجع موضة. ايه يا جدعان، ده الناس اتجننت ولا ايه؟ ما هو ده يا اما الهالوين يا اما دكتور بصير عامل عيد ميلاده في الجامعة. ودول ايه دول؟ لا دول بنتين اهم، ودي بنت برضه مش عارف. تعالى كده يا شهير. تعالى بص اقرا. وده مين ده اللي اسمه شوكب بقى اللي مطلع رحلة في الجامعة وانا معرفش؟ وعاملها بجنيه ونص كمان بيقطع عليا. ها؟ جنيه ونص؟ انا طالعها وش يا معلم. طالعها وش ايه يا ابني، انت بتصدق؟ ده اكيد نصاب. بص، جنيه ونص شامله الافطار الاقامه الانتقال الكافر. ده لو قصر يخسر مش هيعمل كده. هي حاجه غريبه فعلا، بس عارف ايه الاغرب؟ على ان يكون ميعاد الرحله الخميس القادم 4 في الشهر. الخميس الجاي مش 4 في الشهر اصلا. عندي ليكي مفاجأة تجنن. خلاص يا حبيبتي، حلم حياتنا هيتحقق. خلاص لقيت شقة في المعادي ب 150 جنيه خلو. بس دي يا حبيبي منطقة مقطوعة قوي يا شيخ. في فيروز حبيتك بالصيف. فيروز نسم علينا الهوا. هوا ايه؟ مفيش فيروز اناناس؟ لا مفيش. طب في عندك تشيرك؟ سبيتس. حسن شحاتة هيفسحكم النهاردة. الاهلي هو اللي هيكسب النهاردة ان شاء الله وعلى رهن. حسن شحاتة هيفسحهم ازاي؟ هو الاهلي هيلعب المنتخب؟ لا بقى كباتن، ايدكوا بقى على الحساب عشان نقفل ونروح الاستاد. اتفضل. ايه ده؟
جايبينها من بنك الحظ ولا رسمينها في حصه الرسمه؟ روح امك انت وهو. روح ام مين؟ يلا يا اوعى ايدك، انت مجنون ولا ايه؟ قوم يا سمير. ايه انت مجنون؟ ما عادش فك اول ما عايز فك. هات بقى 20 الشهير. اخلص خمسه ما اسمعش صوت حد فيكم. هات. مظبوطين دول؟ مظبوطين ان شاء الله. هوبا سمير اكيد تشتغل. يعني البلد كلها بتشتغلنا يا شهير. ايه ده؟ بص اليافطه اللي هناك دي. يا نهار اسود. اتفضل احمد زكي ويونس شلبي في العيال كبرت. وريني ام الملزمه الزفت دي عشان شامم ريحه البيانولا في كل اللي بيحصل لنا ده. ليه يا سمير؟ قلت لك يا سمير يا حبيبي تقرا اخر صفحه. التطبيق العلمي للجهاز يمكن ان يسافر عبر كل الحواجز الزمنيه معتمدا على الشحنه الكهرومغناطيسيه الموجوده بداخل شحن جهاز. عارف ده معناه ايه؟ ولا لا؟ شكلنا اتشلحنا. مش جايز نكون بنحلم؟ ثلاثه بنحلم سوا؟ قول له. تعال تعال اديني المصري اليوم. نعم. اديني اي حاجه انت هتصاحبني. هو ده جنال النهارده؟ ايوه يا باشا. يعني التاريخ ده تاريخ النهارده؟ ايوه يا عم. هتاخده ولا مش هتاخده؟ لا هو كده اوريدي كلنا اخدناه يا جماعه. اكيد اخدناه طبعا طبعا. يوه الموبايل كمان ما فيهوش نتورك، يعني مش عارف اكلم حد يجي يطلعنا من هنا. بهير تعالى يا بهير. طلعنا منين يا حبيبي؟ احنا مش ممسوكين في اسم. فوق فوق بس يا جدعان بس. فرجت والله العظيم فرجت عربيتي. العربيه دي حضرات مليانه انبهارات ومفاجآت. اول انبهار الفتيس ده فيه اربع سرعات، اول تاني تالت رابع مرشديه. بسم الله ما شاء الله، رائعه ومبهره فعلا. ناخد الانبهار التاني. الخطين دول يا حضرات مش زينه. انت حضرتك بتبقى ماشي في الشارع بتلاقي فيه خط ابيض في النص عشان يحدد لك الطريق. في بعض الشوارع ما فيهاش خط ابيض، الخطين دول بيحددوا لك الطريق. انا انبهرت، انا بهير نفسي انبهرت. اولا انا بكلم اخواتي طبعا. العربيه دي يا جماعه اول مره ينزل فيها ولاعه جوه التابلو. بص حد هيسالني من حضراتكم بقى، افرض انا ما بدخنش؟ انا فعلا كنت لسه هسالك نفس السؤال. وانا تلميذ انا بحس بزبون. نفترض في يوم من الايام واحد صاحبك فاسد ركب معاك العربيه وعايز يدخن، مش وارد؟ وارد طبعا. يدخن ولا ما يدخنش؟ يدخن يا معلم. خد الاخيره دي بقى. عندك العربيه يا ريس. احنا خلاص خدنا العربيه، ممكن بس نقعد جوه نجربها كده؟ براحتك براحتك، خد راحتك. اذنك حط الولاعه مكانها والنبي. ركبتوا؟ هركب. عامل لكم مفاجأة بقى، قلت مش هقول لكم عليها لما تركبوا. بص حضراتكم على الملاية اللي قدامكم دي. مالها؟ بصوا باتجاه الملاية هتلاقي اللي ورا انت شايفه. ايه ده ازاي ده؟ طب تسمح لي بس تقف انت ورا عشان اشوفك. اهو. مين ده؟ صاحب المعرض. ما كدبتش عليك؟ لا خليك زي ما انت بقى. اهو. انا هجرب. ها؟ براحتك. خد يلا. يا جماعه ما كانش ليها اي لازمه يعني نصرف بقيه ال 20 جنيه كلها على الهدوم. 20 جنيه ايه يا ابني؟ ما قلت لك فرجت، العربيه دي هنقضي بيها مشاورنا ويوم ما هنتزنق هنفككها ونبيعها خرده. هو انتوا خلاص قررتوا ان احنا هنعيش في السبعينات؟ لازم نحط كل الاحتمالات لحد ما نقابل دكتور بصير ونشوف ساعتها بقى هيعرف يرجعنا تاني ولا لا. جزء اغبياء، انتوا الاثنين جزء اغبياء. عمالين تتكلموا في اي عبط وفي مصيبه انتوا مش واخدين بالكم منها. ايه؟ ايش ضمنكم الدكتور ده عايش ولا ميت؟ بهير يا حبيبي احنا رجعنا ورا مش طلعنا قدام. كل انت ترمس؟ سمير سيبك من موضوع دكتور بصير ده، احنا نطلع لابونا هو اللي هيحل لنا المشكله دي. ابوك اللي مش طايقك في الالفينات هيطيعك ويقبلك في السبعينات؟ انت مجنون يا شهير. استنوا استنوا استنوا، افتكرت حاجه مهمه جدا. ايه؟ التاريخ اللي شفناه في الجورنال ده هو نفس التاريخ اللي مامي كسبت فيه هوانم جاردن سيتي. انت امك كانت في المسلسل؟ لا، هوانم جاردن سيتي دي كانت مسابقه بتتعمل زمان في جاردن سيتي البنات العائلات الكبيره، يعني اللي هي مامي منهم طبعا. المهم اللي حصل في المسابقه دي انا حافظه صم. مامي كانت مصدعاني بالحكايه دي، بتحكيها لي كل يوم 9 مرات.
يلا يا سمير اطلع بينا على جاردن سيتي. لا يا معلم، جاردن سيتي دلوقتي بيقول لك في ماتش اهلي وزمالك النهارده، عارفين ده معناه ايه؟ معناه ان كوبري اكتوبر هيبقى زحمه ترس، وانا مش هبهدل العربيه في الزحمه. يا حبيبي ولا في زحمه ولا في كوبري اكتوبر اصلا. بقول لكم ايه، انا ابويا وامي اتقابلوا برضو يوم الماتش ده، كان ابويا يومها عنده استعراض في مطار المازا. اطلع على مطار المازا يا سمير. لا لا، جاردن سيتي الاول. مطار المازا الاول يا سمير. بس 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 خلاص بقى دلوقتي، تعالى يا سمير ودينا يا سمير، وصلنا يا سمير. مش دي اللي كنتوا بتتريقوا عليها زمان؟ دلوقتي بقت البريمو. اسمعني يلا انت، وهو سمير بتاع زمان خلاص مات، سمير بتاع دلوقتي هو اللي معاه العربيه، يعني هو اللي معاه الفلوس، والعربيه دي مش هتتحرك من هنا من غير اذن انا. بس البركه يا ابني. متولي، انت بتحب مصر يا متولي؟ ومين ما بيحبش مصر يا باشا؟ يعني لو في مهمه وطنيه ممكن تاديها؟ انا رقبتي فدا مصر يا باشا، بس عدم المؤاخذه انا ما اعرفش اعمل حاجه غير الطبيخ. وهو ده اللي احنا عايزينه منك. عايزين اطبخ لمصر كلها يا باشا، دول 75 مليون، ده انا حالي يتهب. متولي انا عايزك تسمعني كويس، توقع عليك الاختيار انك تكون طباخ سياده الرئيس. أنا يا باشا؟ أيوة أنت يا طباخ. طباخ الرئيس! طباخ الرئيس يا أبا! متولي هيطبخ لرئيس الجمهورية يا أبا! متولي عبد الرحمن بقى طباخ الرئيس يا أبا! أنا مش مصدق نفسي! متولي عبد الرحمن بقى الطباخ يا أبا! أنا مش مصدق نفسي! إهدى يا متولي وتمالك بأعصابك، لازم تدرك خطورة وأهمية اللي أنت داخل عليها. أنا بحب الرئيس جدا يا باشا، عليا الطلاق، أنا انتخبته مرتين. متولي أهم حاجة محدش يعرف إنك شغال في الرئاسة، لا انشراح مراتك ولا تفيدة حماتك ولا صلاح خال مراتك ولا مخلوق على الأرض. طب عدم المؤاخذة حقهم، أنا بشتغل فين؟ زي ما أنت، على العربية بتاعتك. طول عمري حاسس إن ربنا مخبي لي حاجة كبيرة. عدم المؤاخذة هو سؤال رفيع يا باشا. اتفضل. هو المرتب كام؟ 350 جنيه. كام؟ في حاجة يا متولي؟ المرتب مش عاجبك؟ لا لا لا، دول يغرقوني يا باشا. لقلبك، ال 350 جنيه ده المرتب الاساسي، بالحوافز والبدلات يوصلوا 850 جنيه، مرتب الوزير 2000 جنيه. ده الاساسي يا باشا. طب قول لي انشراح ايه؟ 350 جنيه. والله تتقدر، ربنا هيترحم فيهم البركة، والواحد هيطمع. لسه بدري يا بيه، هو ده اللي هتيجي بسرعة؟ انشراح، أبوس إيدك سيبيني في حالي، أنا روحي هنا. ايه ده؟ ماله الراجل ده؟ في ايه؟ 350 جنيه في الشهر؟ يعني كام؟ يعني 350 جنيه في الشهر؟ هعمل بيهم ايه؟ انت ايه؟ بتكلم نفسك خلاص؟ بص انا معلش معلش، بكره هتتعدل يا ولا، وهجيب لك دستة العيال اللي انت نفسك فيها. بس يلا بقى، يلا. شراح، انا بقول نسك على الموضوع ده، الايام اللي داخلين عليها شكلها ناشفه قوي. حضر السيد الرئيس اليوم احتفال العيد الوطني وسط لفيف من المسؤولين وكبار رجال الدوله، وبين هتافات الجماهير المدويه، معاهدين زعيمهم على الوقوف معا يدا بيد وقفة رجل واحد نحو هدف واحد من اجل التقدم والازدهار. متأخر دقيقة وربع.
المواعيد هنا عسكرية، كل شيء بنظام. اعذرني يا عم سليمان، أنا ما نمتش طول الليل، ركبي بتخبط في بعض ورجلي مش قادرة تشيلني. شوف يا ابني، لو كنت عايز تكمل هنا لازم كل حاجة تكون مظبوطة بالملي. نص جرام ملح يعني نص جرام ملح، مش جرام إلا ربع. مفيش حاجة اسمها بالبركة. بقول لك يا عم سليمان، هو سيادة الرئيس بياكل إيه؟ الوجبات المفضلة لسيادة الرئيس هي نفس الوجبات المفضلة لأي مواطن عادي. أنا هقعد معاك هنا كام يوم لحد ما تحفظ الشغلانة وتاخد عليها. أبوس إيدك، ما تسيبنيش يا عم سليمان. إيه ده؟ أنت بتعيط يا عم سليمان؟ لا ما عيطش ولا حاجة. الواحد لما بيسيب مكان أخد عليه وعاش عمره فيه بتصعب عليه نفسه. أنا بقالي 12 سنة مع سيادة الرئيس، ولادي كبروا جوزوا وخلفوا، مفيش مخلوق عارف إني كنت طباخ الرئيس. كنت باجي كل يوم هنا متولي وأنا حاسس إني بعمل حاجة مهمة، بأدي عمل وطني. ربنا يوفقك يا ابني. متولي كريم باشا، يلا متولي عشان هتقابل سيادة الرئيس دلوقتي. دلوقتي يا فندم؟ ايوه دلوقتي يا متولي. طيب ممكن بس نأجلها شوية عشان ما اخش على سيادة الرئيس وإيدي فاضية؟ يلا يا متولي مفيش وقت، يلا. اتكل على الله يا ابني. يلا. معذور. متولي يا فندم، الطباخ جديد. ازيك يا متولي؟ الله يسلم سعادتك يا ريس. ايه مالك؟ لا اصل بس يعني هيبة سعادتك يعني. انت متجوز؟ ايوه يا ريس. عندك اولاد؟ لسه يا ريس، اصل يا فندم عريس جديد. طب مش تشد حيلك بقى؟ نخلف فورا يا ريس. قول لي هتوكلنا ايه النهارده؟ والله يا فندم انا حسب الجدول النهارده. لا لا جدول ولا حاجه، انا عايز شوية شوربة عدس. شوربة عدس. اتفضل. حاضر. عم سليمان! انت فين يا عم سليمان؟ الحقني، ابوس ايدك يا عم سليمان. في ايه يا ابني؟ الرئيس طالب شوربة عدس، وانا اعرف اعمل 26 نوع شوربة عدس، مفيش ولا نوع منهم في دماغي دلوقتي. انا انتهيت يا عم سليمان، اعمل ايه قول لي؟ طب قوم ما تخافش. انا حصل لي كده اول يوم جيت اشتغلت فيه مع الرئيس. يا ابني يا حبيبي، الرئيس بيشرب شوربة عدس زي اي شوربة عدس عادية. الله، اشمعنى لما بتقف على العربية في الشارع بتبدع؟ ايه؟ انت ما بتعرفش تطبخ اللي على الرصيف؟ يا عم سليمان، انا لما كنت بطبخ في العربية ما كانش بيهمني، كنت بطبخ للشعب. انما ده سيادة الرئيس، لو حطيت ملح زيادة، فلفل زيادة، ابقى انتهيت. لا ما تخافش، قوم اول خطوة هتشرب العدس. نص جرام ملح، قلل الزبدة عشان سيادته ما بيحبهاش. شكرا يا متولي. استنى، خد دول.
ربنا يخلي سعادتك يا ريس. دول 42 جنيه. ربنا يخليك يا فندم. أخبارها مش حتى إيه يا متولي؟ الحمد لله يا كوى. مش حتى؟ هو سيادتك اللي جيت مش حتى وكلت الطاج. طاج. ما كنتش أقصد والله. أنا آسف يا فندم. والله ما كنت أقصد. خد فلوسك يا ابني. ربنا يخليك. اتفضل. يا رب يا رب سامحني يا رب يا رب. انا ما كنتش اعرف ان ابويا. يا رب والنبي سامحني يا رب. وبعدين يا رب يعني حتى لو عارف ان ابويا معايير ايه الادب لازم يتضرب؟ ما هو ماشي عاكس في نسوان الناس ودي امي يا رب. خش يا مطهر خش. انا عملت ايه بس؟ طب انا عايز اخش الحمام دلوقتي بقى. خش فيه ازاي ده؟ خش يا مرتاح خش. اعتدي على اللي قاعدين الجواب. انا اعتدي عليه ليه بس؟ ده واحد مني سبع اتاني. شهير بهير بهير شهير انت بتعمل ايه هنا؟ انا يا ابني اتربيت تربيه فاتك نص عمرك. مامي بقت خاتم في صباعي انت مش فاهم. شهير مامي وهي صغيره جامده بس. انا مامي وهي صغيره قفلتني من مامي وهي كبيره اصلا. بقول لك ايه؟ تعرف حاجه عن الواد سمير؟ انا هنا اهو. ايه الصوت ده؟ انا هنا اهو. انت مين يا عم انت؟ انا سمير اخوك يا ابني. سمير انت اشتغلت سفرجي ولا ايه؟ انا مديت ايدي على ابويا يا شهير. تعال يا حبيبي تعال يا عم انت. انا ماليش دعوه بالكلام ده. انتوا تخرجوني من هنا دلوقتي حالا. انا عندي فكره جامده قوي. اكيد مش هنحضن تاني يا ابني. تعال عشان ما حدش يسمعنا. صايع هبل. صايع هبل ازاي؟ ودي اتعملت في مليون فيلم عربي قديم قبل كده يا ابني. اي حاجه قديمه بالنسبه لك بالنسبه لهم جديده. لانك افتح يا حصون انا عندي مغص مدهش مدهش جدا مدهش خالص. مش جابوك ما هو يا زنزوخه. طب وبعدين؟ ده لو ابوكم متجوزش امهاتكم يبقى ملوش لازمه الجهاز اللي بتعمل ده. ما هو كل واحد فيكم طلع لابوه زي الخازوق وبوظ عليه الموضوع. وكل واحد فيكم برضه لازق جنب امه كانها خطيبته. انتوا متخيلين الموضوع لو كمل على كده هيبقى عامل ازاي؟ ست الحبايب يا حبيبه يا اغلى من روحي ودمي يا حنينه وكل يا ربي خليك يا أمي يا ربي خليك يا أمي. استغفر الله العظيم يا رب. لازم تروحوا الحفلة وتخلوه يتعرف عليهم. دي ما فيهاش هزار. دي يعني يا دكتور هنعرفه عليهم بالعافية؟ أيوة طبعا. لأن كل حاجة لازم تمشي زي ما حصلت في الماضي بالظبط. لأن كل فعل هتعملوه هينعكس عليكم في المستقبل. يعني مثلا يا سمير عربيتك اللي اتكسرت مش هتلاقيها في الالفينات. خلاص بح. شهير ها انتوا عمالين تتكلموا في مواضيع تافهه وفي مصيبه انتوا مش واخدين بالكم منها. خير يا مال؟ تسليم المشروع بكره دكتور. ايوه ده مش عايزك تسيح. دي حاجه بيني وبينك. بقول لك ايه، انت كنت لسه بتقول دلوقتي ان اي حاجه هتحصل لنا هتنعكس علينا في المستقبل. ده صحيح. طيب نفترض مثلا يعني جدلا ان ابونا اتجوز واحده بس من الثلاث امهات، ايه اللي هيحصل ساعتها؟ يبقى الاثنين التانيين مش هيتولدوا. مش هيتولدوا خالص. ايوه عشان دول اخواتي ولازم اخاف عليهم وانت فاهم. يا ابني انا بقالي ساعه بشرح خلقتني. ايوه قلت لك متاكد. اكيد. يا لهوي. ايوه مش هيتولدوا مش هيتنيلوا.
جاي ابوك جاي. طب مش ما هو ابوك كمان. شهير صديقي الصدوق منور الحفلة. منير عرفك بصحابي بهير وسمير. اهلا وسهلا. ايه ده انا شفتك قبل كده. انت مش كنت في سور عطارة؟ تاني كان اسود. صح تاني اسود صح صح. شهير عايزك تنبسطوا قوي. عايزك بقول لك ايه، سميرة وشهيرة وبهيرة جم الحفلة وانا رايح عايز اظبط او اعلق كل واحدة فيهم يعني. فانا محضر الاول واحدة بهيرة فخفخينة دي هقولها لها تمام التمام. سميرة بقى محضر لها قشطة دي هتمشي معاها. التالتة بقى لا شهيرة سيبها لي. اسيبها لك ليه يا ابني؟ انا عايز ايه اسيبها؟ لا سيبها لي انا هظبطها لك. اوكي منورين منورين يا جماعة الحفلة حفلتكم كاساتكم مزيكتكم. امك دي؟ امك؟ 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 تمام. لا مش تمام. انا امي بيتعمل عليها حفله هناك يا جدعان. انا اروح سعيده يا جماعه. سعيده مبارك. الله الله ده احنا باين عال قوي. شهيره اللي حكيت لك عنها يا بهير. بهير صاحبي. ازيك يا بهير؟ ازي حضرتك يا طنط؟ طنط ايه يا غبي؟ انطر دلوقتي انطر. سمير بهيرة اخيرا بقينا لوحدينا. لو قربت مني حرمي نفسي. حرمي نفسي معاك. ترمي نفسك فين؟ انا كده مش هتولد. انت عايزه مني ايه بالظبط بهير؟ انا عايزاك تتجوزني دلوقتي حالا. لا لا مش هينفع مش هينفع بهيرة اللي انت بتقولي ده. ليه ما ينفعش؟ انا هكون اسعد انسان على وجه الارض لو اتجوزت ملاك زي ايوه صح بهيرة. انا مش هينفع اتجوزك لاني لانك ايه؟ لاني مش بني ادم يا بهيرة. مش بني ادم؟ ايوه انا ملاك. ملاك؟ ملاك ملاك صح. انا اول ما شفتك قلت كده، قلت مش معقول ابدا ان المخلوق ده يبقى بني ادم زينا. وعشان كده انا في عذاب من ساعه ما عرفتك، لاني كنت اتمنى ان انا وانت استغفر الله العظيم يا رب نتجوز ونعيش في تبات ونبات ونجيب صبيان ونجيب بنات اسمي هو اللي هياخدوه مني وبس. كفايه يا بهير كفايه. لكن دلوقتي أنا لا أملك غير أني أتمنى لك السعادة الأبدية مع الإنسان الوحيد في الوجود اللي يقدر يسعدك. ومين بيكون الإنسان ده؟ الإنسان ده هو منير الخطير. مش ناوي بقى تديني رقم تليفونك قبل ما دوخ؟ 3-4-5-11. رقم تليفونك مش رقم عربيتك. هو ده رقم تليفوني. 5 أرقام بس؟ اللي واخد عقلك ليك سكه معاه؟ تعال. ايه بقى يا ست الكل؟ بصراحه الواد حلو ومتريش، ولو شاور بس بصباع رجله نص بنات مصر هتجري وراه. ما بصلوش ليه انا بقى يا ستي؟ انا مش معترض، انا معترض على الطريقه. ما تجيش بالبجاحه دي يا سمير. بجاحه؟ انت مش فاهم حاجه.
الفقر بعيد عنك بيخليك محوج للي يسوى واللي ما يسواش. يعني عندك مثلا النهارده لما عرفت انهم هيمشوا فريد شوقي من الفيلم ويجيبوك ما سلمتش على فريد وهو ماشي، ولزقت لك انت رغم اني كنت لسه سهرانه معاه اول امبارح. انا لولا صله الرحم كنت دفنتك هنا يا سميره. ما تقفلهاش قوي كده. ايه ده كمان؟ يخرب بيت امي. يعني شويه تنازل عشان الواحده توصل، سهره مع مخرج، كاس مع ممثل، سفريه مع منتج. كفايه مش عايز اسمع، عايش ازاي انا بعد اللي بسمعه ده يا سميره؟ وتسمعه ليه؟ طبعا ما انت عديت بعد الفيلم اللي هتعمله ده وهتبقى نجمه قد الدنيا. يا ستي وان شاء الله انت كمان تبقي نجمه قد الدنيا ونعمل حاجه مع بعض. نعمل حاجه مع بعض؟ ايا العوبان عندي ولا بيتك فاضي؟ انت ايه؟ مفيش في دماغك غير الحاجات دي؟ اسمعيني يا سميره، انا هوعدك ان منير يبقى من نصيبك، قصاد انك توعديني تخف اللعب شويه. موسم العرب داخل وما يرضكيش ابنك يطلع بيتكلم خليجي. ده بعد ما انت نزلت على طول العندليب بعد جبليخ حمدي والموجي وقفل على نفسه. ما هو عجبته كذا قصيده على فكره بدل انا كنت مديهم له، بس هو عمل النمره دي عشان اختلفنا على الاجر. طبعا لازم تعجبه، ده انت موهوب جدا وانا معجبه جدا باشعارك. وهتندهش يا شهيره لما تعرفي مين اللي كتب القصيده دي. مين؟ منير. انا؟ ايوه منير اللي كاتبها، انا مساعده في شويه حاجات بسيطه جدا. حقيقي؟ طب ممكن تقولي اي حاجه انت مالفها؟ اصل معجبه جدا باسلوبك في الشعر. ما اقول ايه؟ ما تقولها يا منير القصيده بتاعت كل مره. يا ابني اول مره اشوفها دلوقتي. لا القصيده اللي اسمها كل مره. القصيده اللي اسمها كل طب طبعا مكرة؟ طبعا مالفها هتعجبك. يعني هي بتقول كل مره. كل مره بشوفك فيها. بشوفك فيها. ببقى نفسي اجي لك اقول لك ان كلك على بعضك عندي بالحياه. طب بهير تعالى معايا، سيبني والنبي يا سمير 5 دقايق. يا ابني في مشكله كبيره. يلا في يا سمير ما تنطق. شهير واخد ابوك يظبطه مع امه ونازل شتيمه في امي وامك. ايه مش كده وبس؟ ده انا سامع بوداني دول بيقول ان امك باين عندها شقه زايد 2000، مؤاخذه يعني فتحها للتجاره. احلف انه قال كده على مامي. وشرف امي قال كده يا بهير. ده ليه ملوك عايز يتولد هو لوحده ونفضل انا وانت محبوسين هنا؟ اخصى عليك يا شهير، وانا اللي كنت بعتبرك اخويا انت طلعت اخويا اكتر منه. عشان الكلمه دي بقى انا مش هسيب امه. هتعمل ايه؟ هنتغدى بيه قبل ما يتعشى بينا. معايا نطير شهيره؟ معاك نطير شهيره. جاهز؟ صحيح يا سمير الواد شهير ده مش ناوي يسيبه من البت اللي اسمها شهيره؟ اشمعنى يا بهير؟ ده بيقولوا عندها انفلونزا الخنازير. خنازير ايه؟ الخنازير دي جديده، شوف مرض دلوقتي. صحيح يا سمير الواد شهير ده مش ناوي يسيبه من البت اللي اسمها شهيره؟ اشمعنى يا بهير؟ ده بيقولوا عندها الطاعون. طاعون ايه يا ابني اللي دلوقتي؟ الطاعون ده من ايام الحمله الفرنسيه، شوف مرض جديد شويه وخلصني يلا. صحيح يا سمير الواد شهير ده مش ناوي يسيبه من البيت اللي اسمها شهيره؟ اشمعنى يا بهير؟ ده بيقولوا عندها الصفرة. يا ساتر يا رب. ده مش بعيد تعديه. ومش بعيد كمان تعدي منير الخطير. منير؟ ايه ده انت سامعني؟ مش ممكن. خلاص استخريته على الصفرة؟ جواب نهائي. طبعا هتصرف. صحيح يا سمير. ايه خلاص مش يلا يا جماعة نكمل حفلتنا عادي جدا ولا أكن في حاجة، احنا متأسفين ليكم. اتفضلوا اتفضلوا يا جماعة. يلا يلا كاساتنا ومزيكتنا ويلا هنعيش بقى. اتفضلوا ولا أكن في حاجة. اتفضلوا يا جماعة. تعالى معايا. عايزك عايز مني يا سمير؟ بقولك يا سمير انا امي خلاص راحت، يعني انا قاعد في السبعينات هنا بقيت عمري. سيبني بقى يا اخي اخد على الجو اللي عايش فيه. يا ابني في عوق بيتعمل من ورا ظهرك. تعالى معايا انا هرسيك. تعالى هرسيك. بهير اللي عمل كده؟ او شرف امي بهير هو اللي عمل كده. بس اطمن انا مش هسيبه. معايا نطير بهيره؟ معاك نطير ابوها. ايه لا ساعتك؟ ايه لا ساعتك؟ لا يا ابني تعالى انا هفهمك هفهمك. سامع اوس وقفت المزيكا دي بقى واطلب البوليس. انت فين يا منير بيه؟ ده يا شهير انت سكران ولا ايه؟ لا انا مش سكران، انا ساعتي اتسرقت. مش معقول خالص اللي انت بتقوله ده. انا ضيوفي كلهم ناس محترمين. لا معقول يا منير بيه، وانا بنفسي عارف مين اللي سرقتها وحطيتها في شنطتها. انا مش حرامية يا بهير. يلا يا جماعه عادي جدا ولا كان في حاجه حصلت قدامنا قبل كده. يلا معلش احنا اسفين جدا، الحفله ابتدت تنشف شويه بس مفيش اي مشاكل. اتفضل يلا كاسنا ومزيكتنا بقى نلحق نحتفل بقى قبل ما نطلع تاني. يلا
شهير وبهير هتوحشوني قوي، وشهيرة وبهيرة كمان هيوحشوني قوي قوي قوي. مع ان انت بقى يا سمير مش هتوحشنا خالص، لان احنا قاعدين مع بعض. ليه بقى؟ عشان الورقة دي. ده ايه الورقة دي؟ دي يا سيدي عقد جواز عرفي. انا جوزت امك عرفي من ربع ساعة يا سمير. حصل، وانا شهدت على العقد. امك رخيصة قوي يا سمير، ما خدتش في ايدي خمس دقايق وكانت ماضية. الله الله، ما امسك اعصابك. والله يا عام، وانا اللي كنت بقول لكم ظبطوها رحت نيلتوها زياده. اهي الزنقه اللي انتوا فيها دي فكرتني بواحد بلدياتنا اتزنق في قرشين اتفعص. ايه؟ احنا مش هنخلص. ايه؟ والنبي ما تقول نكت لحد ما نرجع للالفينات. انا مش فاهم يا سمير انت بتتكلم ليه وانت السبب في كل اللي احنا فيه ده. اهو بابي حلق للثلاثه، خلينا بقى قاعدين في الزمن الاخبر ده لما هيفوتنا كاس العالم. نعم يا اخويا، هو مش السبت ده راح يتجوز امي عشان يقفل السكه على ابويا؟ سمير من فضلك لما تتكلم معايا بعد كده تتكلم باسلوب احسن من كده، ما تنساش ان انا جوز مامتك، ويا ريت بعد كده تقول لي انكل. ولا انت هتطلقها؟ يعني هتطلقها؟ ارمي اليمين دلوقتي حالا. مش هطلقها يا سمير، بحبها يا اخي بحبها. بدل ما تتخانقوا مع بعض كده وعاملين فيها الاخوه الاعداء، فكروا في حاله صلحوا بيه اللي بوظتوه، وترجعوا ابوكم لامهاتكم، وعبال ما ترجعوا لبعض اكون انا خلصت المشروع واقدر ارجعكم تاني. عيال هم. المرة دي مش تهريجة، اي حد فينا هيقل هتتربق فوق نفوخنا احنا الثلاثة. ايوه صح، دكتور بصير قال اللي هيعيل مش هيركبه معانا الجهاز حتى لو بابا ومامته اتجوزوا. المهم دلوقتي ازاي هنقنعه يتجوز ثلاثة في يوم واحد؟ ما هو عملها قبل كده يا شهير. عملها قبل كده ازاي؟ يعني احنا لسه لينا اخوات تانيين؟ طبعا، ولا كأنك سمعت حاجة. طبعا. عندك فكرة هنعمل ايه؟ قبل اي حاجة يا معلم تطلق امي. سمير هو انت فاكر ان انا متجوز امك بجد؟ دي ورقة اي كلام يا معلم، انا معيش بطاقة اصلا. ايوه بس هي فاكره انك متجوزها. يعني سوري، امك محتاجه الورقه. طيب يبقى قبل اي حاجه برضو كل واحد فيكم يحلف انه مش هيبيع. والله العظيم ما هبيع. والله العظيم ما هبيع. وشرف امي ما هبيع. ولا والله العظيم. شوف الواد يخرب عقلك يا باشا. ايوه محمد. عيب يا ولد، ده خالي عفريت. ربنا يحميك. ربنا يحميك. مش تهدى شوية يا ادم اتكلم مع ابوك وامك؟ انت عمال ترغي من الصبح لما صدعتنا. ده انت ايه بلطجي؟ والله الواد مصطفى ده عنده حق، دي بنت دماغها ناشفه عايزه تنكسر كل شويه قعدات ومؤتمرات. عيب الكلام ده يا عليا يا اختي. احنا الاول نطمن لزهني ده ونتاكد ان مصلحه اختنا وياه. هو في حد بيتجوز في البلد دلوقتي يا ماجده؟ على الاقل زهني ده هيصونها ويسطرها بدل ما تاخد لها شاب فقير ياكلها فول وطعميه. النبي عليه يا اختي، دي البيوت مليانه مشاكل وهم وقرف. ما انا قدامك اهو جوزي مطلع عيني واخر غلب. بس ما نحل مشكلتك بقى، يعني نحل مشكلتك ونحل مشكلتها وتولع مشكلتي اللي انا جاي لكم عشانها. مش عارف تبقى الشحط ومش عارف تحل مشاكلك. دور. ما انا قلتلك سيبك من شغل الهنبقة بتاعك ده وتعالى اشتغل عندي سكر كير. سكر كير؟ مش اما تعرف تقولها الاول. ما اشتغلتش معاه ليه؟ امشي لعن ابوك. وبعدين هشتغل معاك ايه؟ مرمطون؟ يا اخي حرام عليك بقى، هتفضل تحب الفلوس لغاية امتى؟ ما كفاية بقى لعبة البتاع الزرقة اللي انت ماسكاها لي دي. انا هحسدكوا على ايه؟ ده انتوا اغلى جهاز عندكوا الخلاط. ايه اللي جرالك؟ انت بعد ما اتجوزتي الاخ ده بقيتي خايفه ان كل واحد ياخد منك حته. انا مش قلت لك ما تعليش صدق؟ ما تهدى بقى عن حب تربيتك عادي. ولا انا مالك؟ سيب الولد. مش تربي ابنك بدل ما بتربي في حضنك. بس اي حاحه مش كده، اهدى شويه. ما توحدوا الله يا جماعه، هو احنا اتحسدنا ولا ايه؟ اسمعوا بقى، انا قلت لكم اللي عندي، عايزين تقفوا جنبي كان بها، مش عايزين انتوا احرار. اوعى من وشي. يا حاحه يا حاحة استنى بس، مش هتتغدى معانا؟ أهلاً 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 أهلاً. إيه ده؟ إيه النور ده؟ أهلاً 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 أهلاً. ازيك؟ ما شاء الله بقيتي فين ما كنت وبقيتي ال ها؟ يا لا لا انت ليه ما ولا ايه؟ انت تعرفني؟ لا خالص ولا انا اعرفك. يا الله على الاسف.
انا عايز اكلم السمار كمان. يعني لا نعرف بعض وعاوز اكلم السمار. ده بعمل ايه انا؟ السمار ايه بس؟ في حد يكلم السمار في عز الحر والدنيا ساقعه برد موت كده؟ حرام. بيتكلموا فين؟ انت عارفه انت عاوزه تكلمي بن لادن في المغاره بتاعته تورا بورا مورا كفنطوره دي؟ والله كلام سهل. سمار ايه ده؟ انا عايز اكلم اختي في السمار في مقدش وادي النمر. انسى. طب ما تقولي كده من الصبح. انا بصراحه انا قاعد هنا بقالي عمري ما حد طلب مني الصومال دي. هي الصومال دي لها مفتاح ولا ترباس؟ وحان الترباس ده يزرجن بقى ويبقى عايز ناس. هي اختك ايه اللي وداها الصومال؟ جالها عريس صومالي هيسطرها. نقول له لا ونسيبها تعنس؟ لا طبعا نسيبها تعنس. انا بصراحه لو جالي واحد صومالي والله كنت عنس. ما انت عارف الصومال او التعنيس بيبقوا. وبعدين في ايه؟ اتفضل حضرتك في كنيبه. كنيبه كابينه سته. كنيبه لوك لوك لوك. لو مش عاجباك ادخلي خمسه مفيش مشكله. يا حسين هو مفتاح الصومال كام؟ الو مين بيتكلم؟ ازيك يا تفاحه؟ انا نعمه حبيبتي. ايه حبيبتي ازيك؟ عامله ايه وازاي عيالك؟ الحمد لله يا حبيبتي كلهم بيسلموا عليكي. بقوا كام دلوقتي؟ هيبقوا 9 يا اختي. حمي نفسك شويه يا نعمه. يا اختي قولي خليهم 10 11 12 ان شاء الله. عايزين يجوزوني بالعافيه يا نعمه. يجوزوكي مين يا تفاحه؟ معلم زوني بتاع الكشري. بتاع الجزم؟ ما هو كان على ايام الجزمجي دلوقتي بقى بتاع الكشري. انا عايزاكي تكلمي حاحه قولي له انا مش هتجوز الراجل ده. حاضر يا حبيبتي هكلمه لك. صوت البومب ده يا نعمه. ليه يا ستي؟ ده فيه انطلاق في البلد. ده غير بتاع الشهر اللي فات. حسين جوزي بقى ربنا معايا ده اكيد في المعتقل. حاضر هكلمك. يا ولد يا نعمه. نعمه ايه ده؟ ايه الانفجارات دي؟ ايه اللي حصل؟ استني 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 انت بتعملي ايه؟ واخدني على حامك هنا ليه؟ هو انا قدك؟ لا ده لسه في طقوس كتير لازم اعملها الاول. طبعا ما تنسيش ان انا بقالي فتره بعيد عن الملاعب لازم اسخن الاول بدل ما اجيب كرامب اثناء الماتش ويقعدوني على دكه الاحتياطي. بموت في ضحكتك السخنه. عماه حبيباه. لا 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 مال وشك مخطوف كده ليه يا عمو؟ اصله لما بياخد حبايه الضغط بتبهدله. عشان كده تلاقوني دايخ ولازم اخش اريح شويه. هنزلكم ازاي؟ ده احنا قلنا لازم نيجي نقعد عندك عشان نخلص موضوع جواز تفاح. قصدك نناقش موضوع الجواز؟ طب وانا مالي انا؟ يعني انت مالك؟ انت كبرنا وبعدين انت صاحب الجوازه دي. طب ممكن تيجوا بعد ساعة يكون مفعول الحباية خلص والضغط نزل شوية. أنا هخش أفك مية وقت. لا إحنا في إيه ولا في إيه؟ ولا ولا خد خد رايح فين أنت؟ إزيك يا عم؟ أنا ما سمحتش لحد يدخل. أنا مسافر. ربنا يا عم. أوعى تنسى كلمة سر عصفور. عصفور مين؟ لا ده عصفور كنت مربيه طائر. جوازي كنت عملتوا القعدة دي تحت. ما تتجوزي بقى وتخلصينا من اللي انا مش عارفه اكلم غلط. لو ولا 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 بس يا حبيبي يا زي الفل. ده اقل منك متجوزين وعندهم عيال حلوين. يا بنتي انت كل اللي يهمك تعرفي عنه هي. انا عايزاكي تجيبي لي خرزه زرقاء كده حلوه زي كده. اسمعي كلام اختي تعلقيها ليره. عندك انا اهو كوس ياسر 24 ساعه مسطول واشتري بالدنيا بس هو ولا ازازه ايه يا بنت؟ ازازه نفترين بيري. مكتوب عليها بيره. بتعرف تقرا كويس؟ امال بتسقط ليه؟ ها؟ بتسقط ليه؟ اجري اقعد. احنا انت هل انت؟ انت هل انت؟ ابني ويلعب يا عامل فيه ايه؟ ايه صوت الحمار ده؟ ابني ويلعب ابنك قاعد على حلمك. اجري اجري اجري. عايزين تبعوني بالرخيص؟ ماشي. انا هسمع كلامكم. بس يبقى في فترة خطوبة الأول. خطوبة؟
الخطوب ده يا جدع انت. الله تعوزني في شبت دي انزل عشان اشتري في البلنتاين دباديب لخطيبتي يا معلم. هو احنا هنوقف الجواز عشان خاطر الدباديب؟ بلاها الدباديب. اي هات لها ارانيب. ماشي. طب نسوين لما يسالوني راح فين يا زهري قال لهم راح افتح خطيبتي. دول كانوا كلوني. دي فتره وهتروح لحالها يا معلم. البنت برضه بالصلاه على النبي. بالصلاه على النبي. بالصلاه على النبي. على النبي. من حقها انها تعيش مشاعرها. مشاعرها. زيها زي اي بنت. بنت. خلقها ربنا. ربنا. وسمعني سلام. كتر الشطه تجيب بواسير. كتر الشطه تجيب بواسير. كتر الشطه تجيب بواسير. بواسير ايه وشطه ايه؟ ايه يا معلم؟ ما هو من حق البنت انها تعبر عن مشاعرها برضه. مشاعرها؟ ليه؟ هتجوزها لتامر ايه؟ حسني؟ انا اما احب اعبر عن مشاعر يعني عبر في اوضه النوم في مشاعر مش هتشطط اكتر من كده. انت ازاي تتكلم عن اختي بالطريقه دي؟ بس هسيبه مش خطيبته. بكره انت لما تتجوز هتعرف معنى المشاعر. يلا امشي بقى عشان اعرف اتكلم مع المعلم. ماشي يلا امشي. ماله بيعمل كده؟ بيقلب الكلام في دماغه. اصل بياخد وقت على ما يفهم. ان شاء الله طلع لك. اه طبعا مش عمه. اذا كان على منظرك يا معلم قدام الناس دي عليا هنعمل لك فرح كبير قوي في الحته عشان الناس كلها تفتكر ان انت اتجوزت على طول. بعد كتب الكتاب ده عبر عن مشاعرك براحتك. ايوه اظن من حقي بقى ان انا اخد الحلاوه دلوقتي عشان انا كمان اعبر عن مشاعري. لا مش لما نرسى على بر الاول يا ممكن. تعور الواد على فكره. ما انا قلت لك يا استاذ معتز مش عايز دوبلير. معلش معلش ما تعصبش نفسك. قوم انت اعمله انت ومشوري الحيوان ده. لا 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 حيوان ايه؟ حرام عليك حرام عليك ما تكسرش نفس الراجل خليه يقبض اليوم. هو اسمه ايه؟ اسمه سمير. يا سمير على مهلك يا ابني على مهلك عشان رجلي على على مهلك يا عم. انت لا اله الا الله عاجبك كده؟ ما انت تسمعش الكلام يا عم سمير. يا ابني انا ماليش في الدوبلرات بحب اعمل شغلي بنفسي. وبعدين انت بقالك اربع افلام بتيجي يا اما تقعد وما تشتغلش يا اما تشتغل وتدغدغ يا سمير. اصل والله العظيم يا استاذ انا بحبك قوي وامنيه حياتي امنيه حياتي يعني ان اشتغل معاك. شرف ليا شرف ليا. بس يا ابني انت زي اخويا الصغير وشكلك ابن ناس. الله هتستفيد ايه لما تدغدغ ولا يجرى لك حاجه وعايش انا بذنبك؟ ما في 60 داهيه وانا في ديك الساعه يا استاذ لما اتعور ولا اموت حتى بدالك. لا اله الا الله ده بطل العالم في الرزاله. سمره ركز معايا هتسمعني بصراحة بقى. أنا خايف عليك تتعور أو يجرى لك حاجة علشان أنا شايلك للكبيرة. كبيرة إزاي يعني يا أستاذ؟ التقيلة. التقيلة إزاي يعني يا أستاذ؟ الضخمة. ضخمة إزاي يعني يا أستاذ؟ مش لاقي كلام تاني يا سمرة ركز معايا. أنا شايلك للفيلم اللي جاي. أنا معاك الفيلم الجاي يا أستاذ؟ حتة فيلم يا سمرة ملوش حل. اسمه إبراهيم. إبراهيم إيه؟ شفت أنت عايز تعرف الناس كلها اسمي؟ شوف آخر مرة. ابيض احمر مقلم لسه ما رسلناش على اسم ومليان حاجات من اللي انت بتحبها. غيس يا عم بقى مطاوي وسراج وامعاء بره ودان بتطير ومنتج ايه بحبوح 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 بالميت هترزق لك بارنب. طيب وانا ليا في كم مشهد في الفيلم يا استاذ؟ انت ليك كل المشاهد. تسمع عن ممثله مجنونه اسمها هند صبري؟ عارفها. انا هعمل معاها مشهد واحد بس كده في القطر ونمشي. وانت دلع نفسك بقى مع الاستاذ محمود عبد العزيز مع الاستاذ عمرو واكد مع الاستاذ مروان حامد مع الاستاذ عباس ابو الحسن. يعني عايزك تنطلق. انا مش عارف اقول لك يا استاذ. ما تقولش حاجه ما تقولش حاجه بس عايز ترفع راس. عارف هذا سمير اذا ربنا كرمك في الفيلم ده هتتنطر نطره لفوق وقابلني لو نزلت تاني. تتنطر فوق ازاي يعني يا استاذ؟ يعني هيبقى ها فوق نجمك عالي وملامحك كلها هتتغير. ايش عين وايش رجل 8 سم 3 ثواني انت فاهم؟ يعني موضوع تاني. استاذ ده كتير عليا والله العظيم انا مش عارف اشكرك ازاي. ما يكترش عليك بس السر كبير. ها تمام سيبنا بقى نشتغل شويه. اتفضل يا استاذ. طب ما اتفضل ازاي وانت واقف لي اتفضل. لا اتفضل. تمام يا حبيب قلبي. يا جماعه حد ياخد النضاره. ده انا اشيلها فوق دماغي يا استاذ اشيلها فوق دماغي. حلال عليك النضاره. ربنا يخليك يا استاذ. وفي عربيه حمراء واقفه بره لو عايزها الله يبارك لك. ربنا يخليك يا استاذ. وفي حصانين في نزله السمان ربنا يعزك. ربنا يخليك يا استاذ. وانزل المهندسين هتلاقي ياسين وحمزه مبروك عليك. اعمل ايه تاني يا استاذ؟ ربنا يكرمك يا سيدي. الله يكرمك. مش عايز اي حاجه؟ فضي اللوكيشن يا سمير. اي حاجه. ربنا يخليك يا حبيبي. الله يكرمك. اتفضل حبيبي اتفضل حبيبي.
حاضر يا استاذ. مش ممكن سمير. كات هايل عالي قوي السقه. عالي قوي فعلا السقه. شوفوا لنا رجله اخبارها ايه؟ اهو النبي يا جدعان حد يشوف لنا رجله اخبارها ايه عشان وقع الكعب. انت كويس يا سقه؟ سقه مين انت؟ ايه اللي معادك كده هيك بتتكلم؟ يا حبيبي خدني معاك. بس بتاعت مصطفى قمر. يا حبيبي خدني معاك. بقولك بتاعت مصطفى قمر. صاصو بليز ممكن ما تتكلميش في حاجه انت مش فاهمها. الاغنيه دي انا كنت مالفها لماي اكس وبعدين مصطفى قمر غناها، وبعدين اللي مش عاجبه الاغاني اللي شهير بيغنيها ما يطلعش رحلات مع شهير تاني، مفهوم؟ اسمعوا بقى الاغنيه دي كنت مالفها لياسمين في الفالنتاين. I swear by the moon and the stars and the sky. يا ربي على الفصلان. وقفت ليه يا مرعي؟ العجلة الورانية ضربت يا شهير باشا. طب حضر لي الكوريك. عبد الصمد خليهم يجروا بالراحه شويه. يلا طلع اللي بعده. ما خلاص خلصوا كده يا بهير بيه. على فكره لسه ما خلصوش، لسه واحد يا عبد الصمد. ما ينفعش يا بهير بيه، ده انا اللي بشغل اللعبه. عادي اشغلها انا. بهير ساسو في بهير، انت مش هتبطل الشقاوه دي؟ هبدو الطباخ داخل لي جوه متعور. حرام عليك يا اخي كده، مين دلوقتي هيعملك الكريم بروليه اللي انت بتحبه؟ يا مامي انا ما بقتش صغير وقلت لك الكريم بروليه انا ما بحبوش. جيلين باك سيفي دي خلاص، هي كلمه واحده، اللعبه دي ما تتلعبش تاني ابدا. يا مامي بقى عايز بس بهبوري اقول لمامي ايه؟ يا مامي بهبوري اقول لمامي ايه؟ بهبوري اقول لمامي حاضر. وكمان انت ما بتروحش الكليه، الدكاتره كلموني واشتكوا منك. كوري يا مامي هروح الجامعه. يلا ايدك بقى على 8-9000 جنيه كده، عايز اشتري بوكسرات جديده. انت هتستعبط؟ انت مش لسه شاري بوكسرات الاسبوع اللي فات؟ بوكسرات من الاسبوع اللي فات ادمت طبعا يا مامي، مش هتلعب صمد. حسن استهانم ونزلت بيهم البحر. انا مش فاهم انت بتعمل بيهم ايه؟ عندك اكتر من 350 بوكسر. طلعي لي واحد فيهم متكرر. مش مساله متكرر، ازاي يبقى عندنا اكبر مصنع ملابس داخليه ولونجري في البلد وتروح تشتري من المنافسين؟ عشان انتوا بقالكم اكتر من 50 سنه لسه بتصنعوا زي ما انتوا. سوري يا مامي، الكيلوتات البيضه دي اللي هي خلاص بقت ديمو دي، ما حدش بيلبسها. ابو صمد انا بلبسها. غطي ايه ده؟ انت بتتريق؟ طيب ما فيش فلوس بلا رجع. يا مامي ما فيش. مامي بهبور يقول لمامي ايه؟ يا مام بهبور يقول لمامي ايه؟ بهبور يقول لمامي حاضر. ايوه هبيعها واشتري حصان. بتعطل كل 5 دقايق ومخليه منظري زفت في الجامعه. ما تقوليليش بس ما ينفعش اروح الجامعه بحصان عشان الاستاذ طلع في برنامج قبل كده وقال ان هو راح المعهد بحصان. ايوه يلا ابتدي غلطي في الاستاذ وقلي ادبك زي كل يوم عشان السكه تقفل في وشك. يلا ايوه اهو 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 يلا هتوحشينا. باي باي.
يا اهلا وسهلا يا باشا. هو ده بقى البيت. البيت يا مدام اهو. اختي تفاحه بقى مش عارفه اقول لك ايه. يعني الادب، يعني التربيه، يعني الاخلاق، يعني القلب الابيض، يعني كل الصفات دي فيها. هو ده اللي انا بدور عليه. صح يا ماما؟ طبعا يا حبيبي، احنا اهم حاجه عندنا النسب والعيله الطيبه. لا اوعى تتكلمي عن النسب والعيله الطيبه، احنا معروفين في المنطقه. تعالي هنا بس واسالي على عيله حاحه شكري، معروفين زي الجنيه الدهب. يعني الادب، يعني الاخلاق، يعني التربيه، يعني الاصاله ونوال الزغبي مع بعض. الست تفاحه دي ملهاش حل. احنا هنا قوي الست دي. دي خلتني استغنى عن مراتي. شغاله فوق وتحت يا عم. هي اسانسير يا عم الحاج. انت حاحه اختك عامله شغلك كده؟ اهو بال اختك. ابي حاحه، هي اختك بتشتغل ايه بالظبط؟ تك بس حمى قبل ما تيجي. ربنا يخليك يا استفاحه. هات يا اخويا اللي بعد. وريد ولا عضل؟ كيف يعني؟ يعني فوق ولا تحت؟ ما خبرش، عنديك الحقنه دي عضل. يلا ارفع الجلابيه. واه اتحشم يا مره وعد كده. وانا قلت لك اتجوزني عرفي، دي حقنه عضل. عضل؟ انا عضلي كله قدامك اهو، اختار العضله اللي تعجبك. يا ام الجهل، حقنه العضل دي بتتاخد ورا. انت اتخبطت في نفوكي يا ست انت ولا ايه؟ ها؟ ده انا لو مرتي قالت لي كلام زي ده اطخها عيارين في دماغها. بقول ايه؟ اديني الحقنه دي في اي حته الا الحته دي. انت بتلاقي حته ارض. بقول لك ايه، ما تقفليش دماغي. يلا روح للدكتور خليه يكتب لك حقنه حشمه. يلا يا اخويا رجع له الجزمه من الجزمه دي. اقول له اديني اي حاجه الا اللي بوس يقوم يديني النسخ منه. امشي يا إيه؟ امشي. اللي بعده. ده انا مستنيك على نار. العيادة بتاع البنت تفاحة بنت اختي شغالة النهاردة، فمحدش بقى بيدقق مين طالع ولا مين نازل. انت بس اول ما تدخلي اعملي نفسك عيانة. يعني كحي على قد ما تقدري كحي، واعملي نفسك بترجعي، امسكي بطنك. عارفة يا بنت الشراح احلى حاجة بحبها فيكي ايه؟ خيالك المريض. يلا بقى يا شراح هنقعد نتكلم كتير، ما تتأخريش. انت قدامك قد ايه؟ ساعة يا دوب. يلا باي. طابور ايه وانا داخل اقبض المعاش؟ هو في ايه؟ ما تخلصي بقى، العريس عفن هو وامه جوه. انا مش ملاحقه على الناس، سيبنا اشوف شغل. حد يسيب عريس محترم زي ابو دان ده ويدي حقن للواغش ده؟ ايه مش مالي عينك كده ولا ايه؟ بس عديها لك وانا ايدي تقيله وهتبقى شرجيه. سيبنا اشوف شغل، انت حالك جوز جواز صالونات. صالونات؟ ده هيبقى جواز حمامات. دي سيره دي؟ امشي. يلا. وانت واقف فاتح لي السوسته اللي انت هتطهر؟ يلا يابا من هنا. انت كده قطعت اكل عيش. هو انا بتاع بلدي هصدر لك الفرش يا بنت؟ انا عايزك تتجوزي وتستتتي. عايزه استتت ولا تستولى على الشقه عشان تتجوز فيها؟ لعلمك بقى مش هتجوز الا الانسان اللي بحبه وحق. في ايه؟ انت بتحبي مين يا بنت؟ ما بحبش حد. تعالي هنا. قصدي يعني لما احب. احنا ناس ما نعرفش غير حب ماما وحب بابا، ودول ماتوا من زمان. صح. ما فاضلش دلوقتي غير حب الله وحب الوطن. سامعه؟ وسمعني سلام، اللي ملوش كبير يشتري له كبير وطلع لك كبير. يا
صباحين وحدت على احلى عم في الدنيا. انت ايه اللي جابك دلوقتي؟ عايزك تنزل معايا دلوقتي بسرعه. مش هينفع، انا عندي ظروف خاصه جدا. يا عم استنى بس، البنت تفاحه جالها عريس لقطه تحت، ابن حلال ومعاه فلوس، عايزك تنزل معايا عشان تقنعه. اصل بصراحه انا واخد حبايه ضغط. وانت من امتى عندك ضغط؟ لما بشوفك بيجي لي الضغط. يا عم استنى بس، ده انت الكبير بتاعنا اللي بنلجأ له في حل مشاكلنا. اصلك انت مش فاهم يا حاح، انا نفسي مزنوق ومحتاج لاي حد الجأ له. طب ما تلجأ لنا. الجأ لنا انا وتفاحه ونتلم في حضن بعض ونبقى اسره واحده. حضن ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ مش ده الحضن اللي انا كنت مستنيه؟ ايه ده يا عم في ايه؟ ايه؟ بسم الله ما شاء الله. ايه؟ ده انت زي البومب، ده انت زقتني زقه جامده قوي وضغطك عالي وواطي وسخن. ايه في ايه؟ الله يطمنك. صحيح؟ بس بص عاوز افهمك حاجه، انت واختك شوفوا لكم اي حد بقى يتحشر منكم، ما تحشروش راجل حزين زي منكم. حزين؟ حزين. بيره وشموع وربع اللحم وضغط عالي وواطي وحزين، امال لو فرحان كنت هتبقى عامل ازاي؟ بقول لك ايه؟ ثلاثة بالله العظيم انا ماشي من هنا الا رجل على رجلك عشان اقابل العريس تحت. استنى طيب. يلا بس تعالى. استنى. هتاخدني كده عبرين على بلا وشي اغير هدومي؟ طيب. طب روح غير بس بسرعه. طيب. يا رب محمود الحبايب ما يروحش. الكحة على ايه؟ ما خلاص. دي شكلها تعبانة قوي يا عم. ايوه هي تعبانة وربنا مش كاتب لها الشفت. لو سمحت يا ست مفيش دكاترة هنا. معلش. هو كان فيه بس راح مشوار غصب عنه، احتمال يفتح بعد ساعة. مفيش دكاترة هنا ومفيش حد هيفتح. يلا يا ست بطلي كحة قرفتينا. ايه ده يا عم؟ دي شكلها هتموت خالص. هي كانت هتموت، هتموت، بس كتب لها عمر جديد. مبروك. ده اسعد يوم في حياتي النهارده يا فندم. منير بن خطير بعت لحضرتك دول. ميرسي بوبي. من غير ما تفتحيها بيعزمك على بارتي عنده في البيت بالليل والعنوان في ظهر الورقه. مش هروح البارتي ده غير لو انت جيت معايا. انا اخيرا لقيتك وعمري ما هقدر اتخلى عنك ابدا يا فندم. بهيب تعالى معايا، احنا لازم نروح. مش اجي معاكي فين؟ يلا. جامده قوي فخفخينه الايه. ده انت صحيح. بص يا معلم، جامده قوي المانجا على الجوافه على الفراوله اللي عليهم الموز والتفاح من فوق. ده انت البت بتاعت المسابقه كان لازم فعلا تحلق لك. تحلق لي؟ لا انا عمره في بنت حلقت لي. انا بحلق عند محمود لبيب شاب، انما ايه هتاخدك تحلق عنده. اوعى بقى خليني حاسس. اوعى. اسمها الايه؟ فخفخينه. هنسيبها انت بقى. انا بقول لك الزمالك قادم. بس بس يا حبيبي بس بس. ايه ده؟ بسم الله ما شاء الله، انتوا توأم. اسمك ايه يا حبيبي؟ ابراهيم. وانت حبيبي اسمك ايه؟ حسام. طب معلش يا ابراهيم كده، معلش ممكن تمضي لي هنا عند العميد بقى؟ انا مش فاهم انت واخداني معاك الباباكي ليه. والنبي يا بهير لازم افرض بابي عليك. بابي جوه يا عبد الصمد. ايوه جوه بهيران. عبد الصمد. يا عبد الصمد، ما كنتش متخيل اني هعيش لليوم اللي اشوفك فيه وانت صغير. يا عبد الصمد. بهير، بهير في حاجة؟ ما اسف. يلا بينا. بونجور بابا. اهلا. بونجور شيري. سبق. سبق الحمد لله. بابا عايز اعرفك على بهير. اهلا بهير، ازيك؟ استريحوا انتوا شويه على ما اخلص الميتنج. لذيذ قوي شبه الصور بالظبط. بعد بقى ما اعرفك على بابي عايز اخدك واعرفك على جده. جده؟ تتعرفي جده؟ انت مش فاهمه انا بحبه ازاي. جدو ده جامد. بس جامد ايه؟ بس هيروح الزمالك فعلا ولا ايه الموضوع ده؟ يعني ايه يا مومبي الكلام اللي بتقوله ده؟ معقوله العالم كله بيتقدم واحنا واقفين مكاننا؟ التكنولوجيا بتتطور يوم بعد يوم اكتر. انتوا عارفين الاسبوع اللي فات لما كنت في المانيا نزلوا تليفونات جديده بزراير. ده متثبت بتليفون ابو زراير. ده لو شاف البلاك بيري هيموت. ايه البلاك بيري دي؟ ده شكل الاندروير بتاعنا في الخمسينات. في الستينات اخذنا نفس الموديل بس عملنا له فتحه.
في السبعينات غيرنا الاستك باستك جديد ياخد ويدي معاك. دلوقتي ما عندناش اي تصور جديد للشكل المستقبلي للاندروير. معقوله يكون عندي ثلاثه من اكبر الديزاينرز في البلد مش عارفين يعملوا لي تصور للاندروير جديد؟ انا عندي فكره هتخليكوا تجروا 30 سنه لقدام. قول لعبدك يا عبله لا يتكبر يا عبله. انا سبع غضنفر يا عبد السود، عماره الزيادي ها مصارع الاسود. طب اسمعني إذن يا ملاعب القرود، هقطعك حتت وارميك للبعوض، وان كنت انبي انا حرس الحدود. حرس حدود؟ حرس حدود ايه؟ هو الواد ده كان عسكري في الجيش ولا ايه قبل ما يجي هنا؟ اسمع يا عمار يا زياد، وانت يا اسود يا ضب يا حجر، الحكم بينكم هيكون مع عبر. برافو، ايه الجمال ده؟ الف 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 مبروك يا ابو سمره. انا بقى هشهرك. ربنا يخليك يا استاذ، وهمضيك على ثلاث افلام. بجد والله يا استاذ؟ بس هتاخد مني كام يا عم الحلو؟ اللي تشوفه يا ريس ان شاء الله هتاخد 100 جنيه. هو ده الشغل يا سمير. الف مبروك. مبروك يا حبيبي. شوفولنا بقى بكره واحده تتبذبذ المدام كوكا عشان جوزها بيتقمص. يا استاذ يا استاذ، انا ممكن ابس حضرتك عادي؟ لا الا دي مستحيل ابوسها. ليه ان شاء الله؟ انت فاكرين يعني معرفش ابوس؟ على فكره انا اعرف ابوس كويس جدا، حتى اسال اي حد في الاستاديو. انا مش هسال اي حد في الاستاديو، وريحي نفسك، لو السما اتطربقت على الارض انا مش هبوسك. ليه؟ ما يغركش شكلي كده، على فكره انا ممكن حتى اقصاه شويه، ولا انت مش عاجبك شكلي من اساسه؟ يا ستي انت جامده، استغفر الله العظيم يا رب، شوفي هتغلطيني وبتخليني اقول ايه؟ يعني انت عشان خلاص ادوك الفيلم واتنجمت خلاص؟ يا ستي مش مساله اتنجمت وادوني الفيلم، الموضوع اكبر من كده بكتير يا انسه سميره. انسه بردك اسال اي حد في الاستديو. استديو؟ طب اقتلها دي واخش النار ولا اعمل ايه؟ الحمد لله على السلامه. ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ احنا عملنا لك غسيل معده، اكيد كنت بتحاول تنتحر، ده حب ده ولا ايه؟ لا لا مش موضوع حب، لا ده بس الراجل بتاع العصير اللي كنا عنده زي ما تقول يعني. لا اكيد ده حب. يا ستي مش حب ولا حاجه، ده بس يعني المانجا اللي شربها زي ما تقولي بايظه. لا اكيد ده حب. زي لو كانت بتحبك حقيقي كان لازم هي كمان تشرب السم، تتقابلوا في الجنه. نفسي يا شهير اشوفك عايش احلى قصه حب رومانسيه مع واحده تكتب لك شعر، وانت كمان تكتب لها شعر. انا رايي انك تسيبك منها وتركز في شغلك. انتوا بتشتغلوا ايه؟ اكيد انت السواق بتاعه. لا 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 مش سواق بتاعه، لا بس اصل البدله شبهها شويه. لا انا طيار وانا شاعر. ايه شاعر؟ طب انا لازم استاذن، في مريض لازم اروح له، لازم ادي العندليب الحقنه. العندليب عبد الحليم علي هنا في المستشفى؟ لا عندليب الاسمر. عبد الحليم حافظ؟ طب استاذنك معلش تدي لي الورقه دي. طبعا عن اذنكم. طب معلش استاذنك يعني معلش تاخدي الورقه دي كمان مني، ده عنواني مستنيكي بكره بالليل. ايه قله الادب والسفاله دي؟ لا لا ده احنا عاملين حفله كده عندي في البيت والشله كلها جايه وشهير جاي ويعني مستنيينك. ها يبقى اكيد هيجي. طيب بعد اذنكم. اتفضل. ده ايه ملك الرحمه دي؟ ملك الرحمه؟ تصدق قفلتني منها في ثانيه. ايه رايك يا بهير بيه؟ قلت لك يا بابا ده غير عادي، عبقري، لا مش بني ادم زينا. شايف يا بابا شكلهم منور ازاي؟ لا وصفتهم زادت بنفسهم. اختراع مذهل يا بهير بيه. شوف يا بهير بيه، انا عايز اقول لحضرتك حاجه. في ناس بتهتم بالمظهر الخارجي، وفي ناس تانية بتهتم بالجوهر الداخلي. احنا بقى هنهتم باللي بينهم. مدهش، بديع، فكره هايله بجد. حتى يا بابا لو واحد عايز ينزل البحر ممكن يقلع البنطلون وينزل على طول. لا دي عفانه، دي سيبك منها. جلست والخوف بعينيها تتامل فنجالي المقلوب. قالت يا ولدي لا تحزن، فالحب عليك هو المكتوب. من فضلك ابعتي لي الولد اللي كتب الكلام ده. حاضر. انت انقذت حياتي. انت رايح فين؟ استنى شويه. انت في ايه ولا في ايه؟ انا اسف اسف جدا 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 اسف. حصل حاجه؟ ايه ده؟ ده ايه العسل ده؟ وكمان بتعاكسها يا روح امك. ولد انت مش عارف تتكلم مين ولا ايه؟ هو اي عين متني حاجه امسك فيها يقول لي انت مش عارف تتكلم مين؟ يعني هتطلع مين يا حلاته؟ انا منير بالخطير يا حيوان.
بشرف، شوف بشرف اللي بيتك في الحجز الليلة دي. وانت بقى حبيتك عندي الليلة دي ها؟ بجد؟ اتفضلي. ايه ده؟ ده العنوان بتاعي، عامل بكره في البيت حفله كده ومستنيكي بقى. ها متاخريش بقى. كابتن كابتن. نعم. هي فيلا رقم 12 ولا 13؟ وايه الفضا اللي انتوا فيه ده؟ هي الاتوبيسات عندكم على طول فاضيه كده؟ فاضيه؟ فاضيه ايه يا بهير؟ الاتوبيسات زحمه جدا النهارده. دي زحمه دي؟ البلد كلها بقت زحمه، انت عارف؟ انا سمعت ان بعد 30 سنه هنبقى 10 مليون في القاهره. 10 مليون في القاهره؟ انا عايز اقول لك احنا بعد 30 سنه هنبقى 10 مليون في الاتوبيس. معاك بتاع يا استاذ. انت يا اخينا انت مش عارف انت بتكلم مين؟ ده ممكن يسقطك قرد دلوقتي. فرملي ابوس ايدك، ما توديناش في داهيه. حضرتك انا معيش بطاقه بس انا معايا الباسبور، بس ينفع اوريه لك على جنب؟ ليه؟ بس مش هينفع اوريه لك قدامها. ايه هو يا اخويا اللي مش عايز توريه قدامها؟ باسبوري. ده انت يا اخويا بهير. ايه ده يا شاطر؟ فاكرني مغفل؟ ضارب لي باسبور بتاريخ ميلاد لسه ما جاش. ايه ده فعلا؟ سوري بجد ما خدتش بالي خالص. بف عليا بف بجد. طب اقول لك ثانيه واحده، بص تعالى نصلحها. انا تقريبا كام سنه دلوقتي؟ بص نخلي الثمانيه دي نخليها نشطبها خالص، نخليها خمسه، والسته دي نخليها خمسه برضه، انا بحب الخمسه. ها ولا نخليها سته؟ ها والله يا عم دليل، انا مش مصدق ان انا قاعد قدام حضرتك. يعني اسال انيسه شهيره كنت لسه بقول لها، عبد الحليم حافظ الله يرحمه قيمه فنيه لن تعوض. قصدي ربنا يقومه لنا بالسلامه. الله يسلمك يا سيدي. عجبني قوي الكلام اللي انت بعته لي، يا ريت لو تكمل لي بقيه القصيده. قوي قوي طبعا. فحبيبه قلبك يا ولدي نائمه في قصر مرصود، من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول فك ضفائرها، من حاول فك ضفائرها، يا ولدي مفقود مفقود. انا هكون صريح معاك بصراحه، الكلام مش قد كده. بتهزر طبعا. ما انا ما اقدرش اغني كلام زي ده. لا ما تقولش كده عشان هتغنيه في الاخر وهيبقى شكلك وحش قوي قدامي. اسمعني، انا عايز اغني حاجه حزينه. لا حزينه يا عبد الحليم. بص يا عبد الحليم، من الاخر انا عايز اعمل لك كلام جديد، الحان جديده، شكل جديد، دعايه جديده. فكك من الجو القديم اللي انت عايش فيه ده. اذا كان كده انا ما عنديش مانع. خلاص شوف انت ايه الجديد وانا معاك. ايوه سيب لي نفسك انت بقى، انا هظبط لك الليله دي. ليه؟ لاني معايا 4 جيجا اغاني. نعم. قصدي في شويه اغاني انا مسجلهم على الترانزستور بتاعي. سمعك انا. اسمع دي. انا لو احكي عليه انا هوصف ايه، وده كل ما فيه ولا في الاحلام. مدهش، كمل. يا سلام 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 يا سلام. مش تيبك دي؟ ها استنى اشوف لك انا. خد دي. يا ناري 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 يا ناري، ازاي اداري 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 اداري. بسرعه يا حليم، هو الفولدر ده كله قلش. بقول لك ايه، تاخد حاجه لنانسي؟ سيبوني، انا ما عملتش حاجه، ما عملتش حاجه. طريقه الفنجان ايه وفوز الواوا ايه اللي عايزني انا اغنيهم؟ ده مجنون رسمي. برضه دارك يا عندليب. صباح الخير. صباح النور. تسمح لي اقعد معاك شويه؟ اتفضل حضرتك. اهلا وسهلا. تشرب ايه؟ معلش قول ان يعني الصناعيه خافوا ينزلوا النهارده من العمى، انا اللي عامل الشاي ده بنفسي. طب وانت ايه اللي نزلك؟ ما اصل انا اعمى قديم ومفروض ان انا اللي خاف اكتر. ده ايه اللي هيخوفك بقى؟ عشان البلد كلها لو اتعمت لا مؤاخذه اللي زي حالاتي مش هيلاقي ياكل فيها عيش. اسمك ايه؟ متخدمك شحاته الاصيل. لا مؤاخذه يعني، هو انا اعرف حضرتك قبل كده؟ اصل الصوت مش غريب عليا. اتغديت يا عم شحاته؟
تصدق وتؤمن بالله؟ لا إله إلا الله. أنا من صباحة ربنا وأنا على لحم بطني. طب يلا أنا عزمك على الغداء. بجد؟ تحب تاكل إيه؟ أستاذ ظافر طبعاً، كنت عايز أكلمك. تولي ده بقى أستاذ بيعمل طواجن ليها العجب. أنا مضيع كل فلوسي عليه. إيه اللي جابك يا عم شحاتة؟ مش بيقولوا في كسوف وخسوف النهارده؟ تعالى يا عم شحاتة. تعالى بيك. صباح الخير يا متولي. صباح الخير يا عم شحاتة. تعالى. نهار أبيض. اقعد. شوف يا عم شحاتة هياكل إيه وأنا اللي هدفع الحساب. تاكل إيه يا عم شحاتة؟ هات لي طاجن فتة بس تزود لي فيها التقلية مع شوية زباعة على حتتين طحال مع اصبعين عصبان. طب ما اجيب لك بقره تاخد منها اللي انت عايزه. الله يحفظك يا متولي. الوش مش غريب عليا. لا وايه الصوت كمان يا متولي؟ الصوت يخش القلب على طول، مش عشان هو عازمني على اكل. لا ده انت شبهه بالملي. شبه مين بالظبط؟ شبه الرئيس. الرئيس؟ يا سلام يا متولي، إلهي يا رب اجعلك نصيب وتمد ايدك في ايد الرئيس وتسلم عليه. لو قابله واسلم عليه يا عم شحاته، ده انا كنت اقول له على بلاوي. كنت هتقول له عليا يا متولي؟ كنت هقول له على اللي بيحصل في البلد من وراه. وايه اللي انت شايفه بيحصل في البلد؟ شوف يا سيدي، انا مره ولا بلاش ابوس ايدك، ما تخليناش نخبط في الحلل، احنا مش ناقصين. بتحب الرئيس يا متولي؟ إلا بحبه، ده أنا من حب فيه انتخبته مرتين. إزاي يعني؟ مرة بالبطاقة الانتخابية بتاعتي ومرة ببطاقة جوز عمتي الله يرحمه. أنت اللي علقت الصورة دي؟ ما أنا لو ما علقتهاش بتوع الحي هيجوا يشيلوا العربية. لما أنت نزلت الشغل يعني ما خفتش من العمى زي ما بقيت الناس خافت؟ هخاف من إيه يا أستاذنا؟ المثل بيقول لك ضربوا الأعور على عينه. شوف لي الحساب كام؟ 42 جنيه. انا نسيت اجيب معايا فلوس النهارده. لا انا الحق العصر بقى. لا 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 عصر ايه؟ لا استاذ وحياه والدك ما ينفعش النهارده بالتحديد. كسوف وخسوف وكمان ما فيش فلوس. ما تقلقش. فلوسك هتوصلك لحد عندك. ان شاء الله. يلا بجملت ما عادلش تفرق. هو اليوم باين من اوله. الحق العصر يا عم شحاته. انت عايز فلوس؟ مين في البلد عشان تحافظوا عليا تبقوا غلطانين؟ والله يا فندم احنا كنا. خلاص يا حازم، خلاص مشوارك. هتكلم في الحكايه دي بعدين. في ولد طباخ اسمه متولي، عنده عربيه اكل في القلعه. الولد ده يجي لي هنا في الرئاسه. حاضر يا فندم. يا حماتي صدقيني انت منظوره، انت واخوكي صلاح عظمه. وهنعمل ايه يا متولي؟ انت لو عايزه رايي تاخدي بعضك كده الصبح على طنطا، تزور السيد البدوي وتصلي ركعتين هناك. او النبي يسلم فمك، انا مشتاقه قوي. اتكل على الله ابو انشراح. وهي هتروح لوحدها؟ مش انت اخوها يعني لازم تروح معاها؟ خلاص ناخد انشراح معانا ونسيب العيال مع امهم. لا مالكش دعوه بانشراح، العيال برضو لازم يروحوا يزوروا السيد البدوي، ياكلوا حب العزيز وحلاوه شعر. ولا ايه يا عيال؟ ايوه عايزين نروح معاك. وانا عايز حب العزيز اهو. عايز حب العزيز اهو. وانا بقى هخلص شغل بدري واجي اقعد مع ابله انشراح عشان ما تقعدش لوحدها. شيلها سيد يا بدوي. لكأن القدر ارسلك الينا في هذه اللحظه الفاصله من تاريخ هذه الامه، وكأن سفينه الوطن كانت في حاجه الى الربان الماهر الذي يصل بها الى بر الامان. أنت الذي قدت أمتنا إلى الرخاء، إلى الحرية، إلى الديمقراطية. أيوة انشراح. أيوة حبيبتي أنا خلاص بشطب أهو. بقولك إيه، النهاردة زي ما اتفقنا بقى للصبح
بقولك ايه؟ كلمت امك في طنطا؟ طب كويس اهو. بموت في التراب اللي بتمشي عليه. الحمد لله. بقولك ايه بقى؟ شوف لنا حساب الحاجه دي كام. حساب مين يا امينه؟ عيب، ده انا طلع لك العربيه واديها لك لحد باب البيت. ديليفري. ديليفري؟ ديليفري ايه وبتاع ايه؟ بقولك انا مش بتاع الديليفري، عاوز تجيب لي الاكل هاته انت. بموت في التراب اللي بتمشي عليه. قميص النوم البنفسجي اللي ما حلفنيش الحظ في سنه جواز ان اشوفك لابساه، لدرجه اني شكيت انك شاريه لحد غيري. قولي لي بس يا امينه، اعمل لك ايه؟ تعمل لي ايه؟ اعمل لي طاجن باميه وبيكون باللحمه، ومش اي لحمه، لحمه ضاني. عيني مش هتاخر حاجه بسرعه. مع الف سلامه. استا متولي طاجن لحمه بالباميه المفرومه. ايه الباميه المفرومه؟ قصدي بالباميه الضاني. بسرعه، انت اتهبلت ولا ايه؟ وبعدين الناس نفسهم اتفتحت النهارده ليه دونا عن اي يوم؟ حد يقول للرزق لا يا عم تولي. والرزق البنفسجي اللي انا سايبه في البيت اعمل فيه ايه؟ الولد متولي اللي قلت عليه يكون عندي بكره. حاضر. ايوه انشراح، اكيد امك وخالك نبرين على الليالي. مصر كلها جايه تاكل عندي. انا بدات اتفائل بالليلادي. بصي بقى، عبال ما يمشوا شوحلنا نص كيلو كبده، ونزلي السبت لابو جورج هيحط لك 9 ازايز بيره مشبرين. بيره يا متولي انت مجنون. ما تقربيش ناحيتهم لغايه اما اجي، واوعي تطلعي البلكونه بالقميص البنفسجي. طيب تعالى بسرعه ما تاخرش، انا مستنياك. الطواجن دي كريفري يا عم متولف. كريفري تحسبني عليهم الصبح. لا يا رب يسعد ايامك ولا ليك يا استا متولي. ايوه يا عم شحاته، ادعيلي انا محتاج دعاك النهارده بالتحديد. لا يا رب وقف لك ولاد الحلال. لا يا رب. حضرتك متولي؟ ايوه ماشي، اتفضل معانا. عاوز ايه؟ اتفضل من خفي. في ايه يا باشا؟ الراجل غلبان وعاقل. والله ما عملت حاجه باشا. طمني ده كده اطمني. بركاتك يا شحاته. اسمك ايه يا ابني؟ متولي عبد الرحمن محمد. عندك سبب يا علي؟ اعوذ بالله يا باشا. شاري طباخ يا باشا. طباخ. ما توقف يا علي ثابت، انا حد لمسك. خدوه. ياخدوني على فين؟ انا عملت ايه؟ انت مش عارف انت عملت ايه؟ لازم بيه اصلا متاخد كده على طول، ما يعرفش حاجه لسه. اهدى يا ابني شويه وامسك نفسك. بعدين بقى اهدى يا فندم. ايوه يا فندم. شوفوا يا عم سليمان. ايوه شوفوا يا عم سليمان، انا واقع في عرضك يا عم سليمان. ابوس ايدك يا عم سليمان. اعمل لي مسقعه يا ابني. نعم بقى، كل المرمطه دي عشان اعمل لكم مسقعه؟ من غير رغي كتير، نفس الامر. Thank you.
زود ملح، خف الزبده، قلل الزبده. ويل دان.